بسم الله، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من جمهور الثالثه. النهارده في الجزء الثاني ضيفي وضيف حضراتكم نجم مصر ونادي الزمالك كابتن اسماعيل يوسف المدير الفني الحالي لزد، والعامل نجاحات مميزه حتى الان. زد ماشي اول في بطوله الدوري الممتاز به، فهنتكلم اكيد عن الزمالك وتفاصيل مهمه فنيه تخص الزمالك في هذا الشان، وايضا هنبص بصه كده هيبقى على القسم الثاني او دوري الممتاز به ده ان شاء الله باذن الله في الجزء الثاني. طيب عندي كلام كتير الحقيقه النهارده، ولعل ابرز كلامنا هيبقى عن منتخب مصر. امبارح كنا بنتكلم في نقاط او كنا بنتكلم في نقدنا لتصريح لا علاقه بكارلوس كيروش، وقلت لكم نصا كده انا انتقد ما قالوا او ما كتبوا على تويتر، وهذا لا يعني عدم قناعتنا بما هو بما لديه من افكار. فتعالوا النهارده نشوف حاجه جديده ونتكلم فيها ونتناقش فيها لها علاقه بالمستجد والجديد اللي بيخص اليوم، وهي قائمه منتخب مصر التي ستشارك في كأس العرب. مبدئيا انا هعرض لك بالظبط الاسماء. ثانيا هخصك بالتفاصيل اللي ليها علاقه بالراجل بيفكر في ايه. يعني هجيب لك الموضوع وهقول لك هو الراجل بيفكر في ايه مع الجهاز اللي معاه، وبناء عليه شفت الاسماء ديت. وبعدين تعالوا اقول لكم رايي ونتناقش فيه وندردش فيه سوا مع بعض. القائمة اللي اختارها كارلوس كيروش، لو ترجع بالذاكرة كده أنا قلت لك قد يكون هناك أسماء في بطولة كأس العرب مفاجأة، وقد تجد من ضمن الأسماء استبعادات لأسماء كبرى، وتجد لاعبين قلت لكم كده هو، وممكن تلاقي في نص الملعب مثلا مهند لاشين. تعالوا نشوف بقى القائمة اللي اختارها كارلوس كيروش لكي تشكل منتخب مصر في كأس العرب. محمد الشناوي، جاد وصبحي. الدفاع أكرم توفيق، أحمد فتوح، الونش، أيمن أشرف، أحمد ياسين، محمد عبد المنعم، مروان داوود. لاحظ إن في أسماء لم تنضم قبل كده. أحمد ياسين انضم المعسكر اللي فات، محمد عبد المنعم لأول مرة، ومروان داوود لأول مرة. وهقول لك بالاسم وبالتفاصيل الأفكار عاملة ازاي. مروان داوود واحد من اللاعبين المميزين اللي من الشمس إلى إمبي. باك شمال، لعيب صغير في السن، لعيب مميز جدا جدا. تعالوا نشوف باقي الأسماء. حمدي فتحي، السولية، مهند لاشين اللي قلت لك عليه من فترة كبيرة، عمر كمال عبد الواحد، إمام عاشور، أحمد رفعت، واحد من العناصر اللي قلنا انه يستحق الانضمام لمنتخبنا الوطني بما يقدمه من اداء في الدوري المصري، زيزو، أفشة، مصطفى فتحي، حسين فيصل، وهو احد اللاعبين اللي اجمع الناس على امكانياته الفنيه واستغربوا من انه نادي الزمالك نفسه سابه. والهجوم في مروان حمدي، محمد شريف، اسامه فيصل. ادي لك معلومتين مهمتين علشان برضو تبقى في الذهن، قد البعض ما تكونش عنه، قد انه البطوله دي هتتلعب بدون اللاعبين المحترفين، فالبطوله دي بالنسبه لمنتخبنا الوطني بدون اللاعبين المحترفين، وبالنسبه للفرق المشاركه ايضا مش هتبقى باللاعبين المحترفين في الخارج، الا من يتوافق فكره انه الدوري بتاعه هيبقى واقف، ماشي كده؟ فده ينفع تجيبه. طب الأسماء الجديدة اللي أنت شفتها ديت، هو الراجل بيفكر في إيه؟ لما قعد كده يدرس المرحلة ديت هو فكر في إيه؟ قال لك إنه وليه لأ ما زودش العناصر بتاعت المشاركة الدولية بلاعبين جدد هو شايف من وجهة نظرهم من وجهة نظره مع الجهاز المعاون إنه دول يستحقوا التواجد في المنتخب ويستحق إن يتوسع بيهم قاعدة المشاركة. قاعدة المشاركة الدولية مقصود بيها ان الراجل باصص لبعيد. يعني ايه باصص لبعيد؟ قال لك كأس العرب دي بالنسبة لي بطولة انا بجرب فيها اللعيبة. هي بطولة تأخذ الطابع الرسمي ولكنها في النهاية ودية وغير مدرجة في أجندة الفيفا.
في منتخبات مثلا عايزه تلعب الدوري بتاعها مش عايزاه يقف، هتروح بمنتخب 19 سنه زي السعوديه. فوجهات نظر عادي يعني. فالراجل قال لك لا، وليه لا؟ انا هزود من العناصر ده، ففي 5 لعيبه هتلاقيهم ما كانوش موجودين اصبحوا متواجدين. وبالمناسبه هم لاعبين مميزين الحقيقه ويستحقوا الفرصه. يستحقوا الفرصه. الراجل قال لك وليه لا على بطوله الامم الافريقيه وانا بلعب بالعناصر الاساسيه بتاعتي، اكون حاطط كل اللعيبه بتاعتي الاساسيه، ومفيش ما يمنع انه اذا حصل لا قدر الله اي حاجه في الاساسي يشترك الاحتياطي. طيب البعض هيقول لك طيب هو امتى هنشوف ناس عندها تخوف؟ امتى هنشوف منتخب مصر بتشكيله ثابته؟ اولا في بطوله كاس العرب انت عمرك ما هينفع تشوف التشكيله الثابته لانه محترفينك مش هيشاركوا، فانت عندك الخط الامامي على الله كده مش موجود، على الله مش موجود. يعني محمد صلاح مش هيبقى موجود معاك في كاس العرب، مصطفى محمد مش هيبقى موجود معاك في كاس العرب، مش هيبقى موجود معاك تريزيجيه العائد بقوه، مش هيبقى موجود معاك مرموش ايضا واحد من الاكتشافات المميزه جدا لكارلوس كيروش. فانت عندك على الله كده الخط الامامي كله مش موجود. وليه لا ما جربش عناصر؟ الراجل قال لك حاسبها كده. لكن هل، وده السؤال المهم، هل الراجل لسه بيجرب اسماء؟ وده سؤال مهم قوي قوي قوي، ركز معايا فيه. هل الراجل لسه بيجرب اسماء لاول مره ولسه ما استقرش على تشكيلته الاساسيه ولسه بمعنى اصح بيستكشف؟ لا، الراجل عارف الاسماء والتشكيله الاساسيه بتاعته بنسبه 100%، فاطمن اذا كنت قلقان من فكره هو بيدور ولا بيدورش. هو عارف هو عايز مين، هو عارف هو عايز مين. ممكن بقى اللي هو عايزه ده ما يتوافقش معاك انت، يعني تشوف انه لا ليه استبعد ده، لا حط ده، بس هو عارف. هو عارف، هو عنده الرؤيه لمين اللي جاي، هو عنده الرؤيه لمين اللي جاي. عارف كويس لما هيلعب في بطوله الامم الافريقيه لما هيكون جاهز ومستعد الاسماء اللي موجوده الاساسيه هتبقى موجوده. بس قال لك وليه لا ما استغلش كاس العرب، يمكن الاقي 2 3 ينوروا قوي فيدوني افضليه على الدكه لما يكون حد من اللعيبه الاساسيه مش كويس، او يدوني تغييره حلوه، او يدوني احساس بالطمانينه في حال لا قدر الله تعرض اي لعيب للاصابه. ففكره دي الافكار اللي هو الراجل قاعد مع الجهاز اتكلم فيها، الورق كان مفتوح ومفروض، فده هيبقى 1 وده هيبقى 2 وده هيبقى 3 وما نفكرش في ده ليه وهنعمل ده ليه ونسوي ده ليه ونسوي ده ليه. فدي افكار الراجل اللي مبنيه سواء على رؤيته لبطوله كاس العرب ومن بعدها بطوله الامم الافريقيه، ومن ثم الحلم الاهم بالنسبه لنا هي المباراه الفاصله ذهابا وعوده اللي هتودينا كاس العالم. فكل ده اللي بيفكر فيه الراجل. طب تسالني تقول لي بقى طب ايه وجهه النظر او ايه الراي؟ انا شايف انه هذه الاختيارات مناسبه جدا لفكره ان انا اشوف اسماء جديده. مناسبه لفكره ان انا اشوف اسماء جديده، وليه لا؟ يعني انا مش متضايق ان انا هشوف مروان داوود. العكس، ده انا عايز اشوفه. طب افرض اللعيب ده اثبت ان هو جامد. هلا مش احنا دايما يا جماعه بنقف عند فكره اصله اللعيب الدولي غير اللعيب المحلي؟ طب ايه رايكم يا جماعه ما ندي فرصه للعيبه المحليه نخليها لعيبه دوليه؟ فلو لقينا مثلا من الخمسه دولت صالح منهم او نفعنا 2 ومشوا كويس، طب وليه لا؟ انا خسران ايه؟ ما احتكاك ببلاش اهو. احتكاك ببلاش اهو. فانا شايفها من الزاويه دي، من الزاويه دي شايفها كده بصراحه. ليه بشوفها من الزاويه دي؟ لانه الحقيقه، ودي نقطه بقى مهمه قوي هتنقل ليها، انه هي دي الزاويه اللي انا بشوف بيها منتخب مصر. وانا بشوف دايما زاويه منتخب مصر ليها علاقه باختيارات الانسب اللي ليها علاقه بالمرحله، وممكن نتفق ونختلف على الاسماء اللي رايحه واللي جايه، ما فيهاش مشكله. بس ما يغضبني وما يعني يثير حفيظة الواحد طول الوقت ويخليه يعني ليه بقى كده يا جماعة، هو انه الناس لما بتعلق على الاختيارات بتقلبها اهلي وزمالك، ودي حاجة دمها تقيل جدا. ما هو خلينا نبقى بنقرأ من كتاب مفتوح. هل الراجل ده انت حاسس ان هو بتاع الوان؟ عادي يعني يجيب شوية من الاهلي وبيجيب شوية من الزمالك وبيستبعد شوية من الاهلي وبيستبعد شوية من الزمالك، فعادي. انا ممكن اختلف انت ليه مش واخد اللعيب الفلاني، بس مش على خلفيه انه ده ارضي جماهير النادي الفلاني.
انا شايف انه الاحق. يعني انا مثلا لما كنت بقول من كام حلقه سابقه انه احمد رفعت يستحق ان يتواجد في منتخب مصر، هو ده ارضاء لجماهير مثلا فيوتشر؟ مش كده، لكنه العدل بيقول انه ده لعيب مميز. فانا دايما بشوفها من وجهه النظر دي. انا بقى نفسي الناس اللي تعلق سواء اعلاما او جمهورا، والحقيقه دايما هي بتيجي من الاعلام للاسف، يعني بعدين تتنقل للسوشيال ميديا للناس، فالناس احيانا في حاجات ايه بالبلدي كده بيقول لك ايه، بتجيب صريخ حلو قوي على السوشيال ميديا، ادي واحده بقى في الاهلي او ادي واحده في الزمالك فجمهور فاحنا بنعمل ايه بقى؟ للاسف يحصل الانقسام من عندنا احنا من الاعلام، مرئيا كان او مسموعا او مكتوبا. فاللي هي ارمي صريخ ديت بقى، اللي هي بتمشي على السوشيال ميديا حلوه دي، اللي هو شوف استبعد ده بتاع الاهلي، او شوف استبعد ده بتاع الزمالك، او شوف اعمل كذا او اعمل كذا، دي بتعمل ايه؟ بتخلي الناس لما تفكر في المنتخب للاسف بتفكر فيه ابيض واحمر. ونرجع احنا نرجع نقول هي الناس ليه بتفكر ابيض واحمر؟ لا، ما هي الناس فكرت ابيض واحمر عشان احنا اللي صدرنا لهم الابيض والاحمر، مش العكس. فدي مسؤوليه الحقيقه، يعني دي مسؤوليه ومسؤوليه كبيره جدا. اتمنى الناس تبص للاختيار بتاع منتخب مصر، يعني مثلا لما تبص لاستبعاد طارق حامد بص له على انه مثلا هو لعيب مميز، لكنه ما تبقاش انت استبعدته عشان من الزمالك، بص له على انه هو لعيب مميز وانت شايف انه كان يستحق ان هو يبقى موجود، بس تقول الكلمه دي بتتقال بالشكل ده انه لعيب مميز يستحق الانضمام للمنتخب وعنده خبرات دوليه تؤهله ان يكون متواجدا في منتخب مصر في التشكيله الاساسيه طوال الوقت، لكن ما تقولش ما هو عشان من الزمالك مستبعده، ما هو اصله الزمالك مش عكيف، ما تقولهاش كده، لانه ده بيرد الانقسام كبير جدا بين الناس. فنقعد انا وانت بعد كده، ما انا بقول لك انا بشتغل 3 ساعات دول مذيع وفي الباقي مواطن، يعني ماشي سارح في الملكوت، فلما نقابل الناس يقول لك لا هو شال فلان الفلاني لانه سمع احدهم قال لك ايه، لا هو اصله شال ده عشان لعيبه الاهلي مش على هواه، اصله مش عارفه كذا كذا كذا. وهو الموضوع انا بقول لك بناء على معلومه، وازعم انه العلاقه اللي بيني وبين حضراتكم واللي مبنيه على سنين تعب وسنين مجهود وسنين اخبار صحيحه وسليمه تسمح لي ان انا اقول لحضراتكم انه والله العظيم ثلاثه ليس هكذا تدار الامور، انا بقسم بالله. وهذا امر غير محبب اعلاميا اصلا ان الواحد يقسم في الشغل ولا حتى قدام الهواء، بس انا بقول لك عشان بس تبقى انت متثبت ومتيقن انه الموضوع لا يدار بالشكل ده، مش بيدار اهلي وزمالك، بيدار احتياجات وبيضر لصالح المنتخب. ويوم ما يبقى عندي ربع معلومة انه في اي شيء يتعلق بالموضوع ده هتلاقيني طالع بقولك، زي ما انت ما تلاقيتني امبارح بهاجم كيروش. هو حد اتكلم في الموضوع اللي انا اتكلمت فيه امبارح؟ ما حدش. بس انا امبارح كنت طالع بنتقد تصريح قاله كيروش لانه لا يجوز، ما مش 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 تصريح ما تحسش فيه انه ده تصريح كان موفق. لكن من الناحية التانية لا، لازم برضو نحمي منتخبنا، نحمي الأفكار الصحيحة، لأنه الناس دي بتفكر بشكل صحيح، ما عندهمش الحتة دي. عموما أي من الأسماء اللي انضمت بتمنى لهم كل التوفيق، وأي من الأسماء المستبعدة وهذا بناء على معلومة، هذا ليس معناه على الإطلاق استبعادا له علاقة بالاختيار الفني انه ده غير على غير اقتناع باللاعب الفلاني، ولكن هي المرحلة ديت ملائمة لفلان وفلان وفلان، وده عادي جدا وده بيحصل جدا. الجدل اللي له علاقة باستبعاد اللعيبة هيفضل طول الوقت موجود في كل حتة في العالم، يعني الناس اللي بتجادل عادي في البرازيل بيحصل، وبيحصل في مصر، وهيحصل في ألمانيا، وهيحصل في أي حتة في الكون في العالم، هي كورة كده وآراء بس، وإحنا بنبني على آراء، ما نقعدش نقول أصل هو طالع من النادي الفلاني فمرضي عنه، أصل هو طالع من النادي العلاني فمش مرضي عنه. لأنه لما أنا معلش أنا النهاردة أما أشوف القايمة فيها ما بين الأهلي والزمالك عادي، محمد الشناوي أهلي، 6 أهلي 5 زمالك، الشناوي أهلي، أكرم أهلي، فتوح زمالك، الونش زمالك، أيمن أشرف أهلي، السلية حمدي فتحي أهلي، عمر كمال ماشي، إمام عاشور زمالك، زيزو زمالك، أفشة أهلي، مصطفى فتحي زمالك.
وعادي يعني هتلاقي مروان حمدي زمالك معار عادي جدا، محمد شريف اهلي، اسامه فيصل هتلاقيه زمالك معار، فتمام يعني الراجل مش هي. اتمنى بس تكون انت اقتنعت باللي انا بقولك عليه، يعني اتمنى وانا بقولك كده بامانه وبفرد لك الورق كله تكون هي دي القناعه يعني. ده ما يتعلق بقى بالرؤيه بتاعت الراجل واتناقشنا فيها. تعالوا نسمع بقى اراء مختلفه في هذا السياق، نسمع اراء مختلفه، نشوف الناس شايفه ازاي، خبرائنا نجومنا مدربينا شايفين القايمه دي ازاي بعد الكلام اللي احنا قلناه. انا معايا على التليفون كابتن احمد ناجي مدرب حراس مرمى سموحه. كابتن ناجي مساء الورد واهلا وسهلا بحضرتك. مساء الفل يا هيما، وحشتني. وحضرتك والله، اخبار حضرتك ايه؟ انا بخير الحمد لله حبيب. يا رب دايما في افضل صحه وافضل حال. طيب خليني في البدايه اسالك عن رؤيتك للاختيارات ايه؟ خاصة في مركز حراسة المرمى، وأنا بتكلم على بطولة كأس العرب وهذه القائمة اللي أعلن عنها اليوم كارلوس كروش، وهي فيها ثلاثة على غير العادة، دائما اعتدنا أن الراجل بياخد أربعة، المرة دي اختار ثلاثة، الشناوي جاد ومحمد صبحي، واستبعد أبو جبل. لا طبعا يعني هو طبعا الراجل عنده الحق الأصيل في اختياراته وليه وجهة نظره، ولكن انا دايما كنت اخد يعني في المحافل اللي زي دي اربع حراس في وقت طويل، لا قدر الله في حد، ربنا ما يجيبش حاجه وحشه يعني، لا قدر الله حد يحصل له حاجه، المعسكر طويل. زائد ان انا برفع من روح معنويه واحد يعني اقربه يبقى موجود، وده اللي كان حاصل في كل المعسكرات اللي فاتت، حتى المعسكرات القصيره جدا اللي هي يومين وثلاثه كان بيبقى فيه اربع حراس. هل بالنسبة لك ده غريب يا كابتن ناجي؟ هل ده بالنسبة نعم. لحضرتك غريب؟ هل ده بالنسبة لحضرتك غريب انه في التجمعات القليلة كان بياخد أربعة وقال ان هي دي طريقتي من أول يوم أنا باخد أربعة، وفي التجمع زي بطولة كأس العرب ان هو يخفض العدد أنا لثلاثة؟ عندي بس أنا أول أول القايمة اتقفلت كده ولا لسه مفتوحة لحد المفروض ان هي كده خلاص، المفروض دي القايمة الأخيرة دي اتقفلت كده خلاص مش أولية. لا يعني أنا بقول وجهة نظري أنا الشخصية انه أربعة عشان معسكر طويل. وبعدين عندي حاجه كمان مهمه، ان الثلاثه خلاص مسافرين فممكن حد يرخي يعني، الثلاثه طمنين ان هم مسافرين ايوه للبطوله ايوه، وممكن يبقى التنافس مفيش تنافس قوي يعني عشان كله مسافر، فانا لما بيبقى معايا رابع يبقى في احتمال ان انا يعني يبقى في تنافس او في حال لا قدر الله حد يحصل له حاجه، لكن انت بتقول دي قايمه نهائيه يعني مفيش، لا دي قائمة حد نهائية، دي قائمة هيخش ولا نهائية. حد هيطلع يعني. يعني حضرتك كنت لا تفضل يعني انه هي طيب مسألة التص وبعدين التص محمد الشناوي معاه جاد ومعاه صبحي. ايوه يعني طبعا حراس ممتازين لكن الخبرة الدولية يعني عندهم في المنتخبات الأولمبي، المنتخبات الأولمبية غير المنتخبات الكبيرة. كنت يعني أتمنى أو يعني أتوقع انه يبقى حارس كبير، وليه لا ابو جبل يعني، ابو جبل انت عارف مستواه، هو يشارك معاك ولعب معاك وكان موجود بشكل اساسي جدا، بس خلاص بدأ يخسر مكانه في الزمالك لصالح عواد، احنا لسه كنا فعبال ما بنتكلم يوصل بقى في الموضوع دوت اللي هو الحسبه اللي حاسبينها في الزمالك، اللي يلعب وحش يقعد، اللي يلعب وحش يقعد دي خلاص يعني، ما انا قلت ان يعني طريقه مش منطقية خالص ولا عملية ولا تفيد الحراس اللي هم بيلعبوا في نادي الزمالك يعني. هو كمان اتزنق، لو عواد مثلا بيلعب بقاله ثلاث اربع ماتشات كان ممكن يبقى موجود. ايوه ما هو الراجل فعلا بقى عواد خير. لعب مباراة واحدة بس قبل قبل الاختيارات، ايوه فهتبقى مظبوط، هيقول لك خدوا بعد المباراة واحدة يعني الكلام اللي اتقال على الترابيزة يعني. ايوه لا فانا كنت شايف ان ابو جبل يستمر عادي رابع. طيب هل تقصد انه ابو جبل دفع ثمن الافكار اللي ليها علاقه برؤيه التغيير في سياسه التغيير في حراسه المرمى في نادي الزمالك؟ هو يعني انا هو طبعا دفع، بس هو قبل كده خد مكان برضو وهو ما كانش بيلعب عشان يروح المنتخب. او ده اللي اتقال يعني. ايوه. فهي الحسبه فيها بس زي ما انا قلت لك ان وانت بتلعب معسكرات يومين وثلاثه بتاخد اربع حراس، وانت عندك بطوله كبيره بتاخد ثلاث حراس. طيب هي يعني هو برضه لوائح البطوله
انك بتاخد 23 لعيب ماشي اوكي، منهم ثلاث حراس، منهم ثلاث حراس بس، حراس و19 لعيب. نعم يا كابتن، يعني ممكن تاخد 19 لعيب واربع حراس. هو ما اعرفش بقى، هو بس اللي اعرفه ان هو ثلاث حراس. احنا كنا كاس العالم 23 لعيب فيهم ثلاث حراس. فيهم ثلاث حراس. طيب ما هي دي نفس القايمه، هي 23 هو واخد ثلاث حراس. ايوه يعني انا بقول ايه، انه لو كان عنده فرصه انه ياخد حارس مكان لاعب، حارس مكان لاعب، فيخليهم اربع حراس عشان يزود الحاله التنافسيه ما بينهم، تقصد حضرتك صح كده؟ بالظبط بالظبط، وكمان الفتره طويله يعني، لا قدر الله يحصل حاجه، لا قدر الله. لكن هي معظم الاختيارات بتبقى ما بين ثلاث حراس يعني. انا هقول مثلا لو ما كانتش القايمه مقفوله، كنا خدنا ثلاث حراس وقبل السفر سفرنا ثلاثه، هو ده المنطقي. هم ليه قافلين القايمه من بدري كده؟ والله بقى دي اللوائح بتاعت البطوله. طيب لسه عندنا اسبوعين قبل السفر، وعندنا البطوله نفسها لو وصلت للنهائي هتلعب مش عارف لكام ديسمبر يعني. ايوه 8 ديسمبر تقريبا. مظبوط. 18 ديسمبر. 18 ديسمبر. 18 ديسمبر بتبتدي اخر الشهر. بالظبط كده، ما اعرفش يعني. طبعا الحراس كويسين وجيدين جدا وكل حاجه. ما اعرفش وجهه نظري كان يبقي على ابو جبل يعني. كان لازم يكون ابو جبل. هل برضو عند حضرتك تعقيب انه الهاني مش موجود؟ اكيد اكيد، لانه يعني لو جينا حتى باخر مباراه لعبناها يعني اللي قبلها، حارس عنده خبرات كبيره، وحارس يقدر لو في منافسات فيها عصبيه او فيها ضغوطات يقدر يبقى موجود جدا. لكن وان كان هم خلاص يعني اختاروا، فكان انا اصلا يعني انا عندي ابو جبل قوام اساسي، قوام اساسي ما يخرجش منه طول الوقت، قوام اساسي طول الوقت. وبعدين لعب ماتش ليبيا، لعب ادى كويس جدا. طب لو حضرتك ما زلت مدربا لحراس مرمى منتخب مصر، وانت لم تكن بعيدا يعني عن المنصب، تفضل مين الثلاث حراس، او مين مع الشناوي عشان ابقى يعني من الاخر يعني؟ يعني اقرب واحد جبل، يعني اقرب واحد في دول جبل، ومعاه صبحي او جاد. معاه صبحي هو مش عايز حد تاني من بره يعني. يعني جبل اساسي في كل الوقت معاه، حتى لو هو خسر مكانه في الزمالك انا هحافظ عليه في المنتخب. ممكن، لان ما خسر مكانه في وجهه نظر مدرب، انه اتفقنا على ان اللي يلعب وحش من وجهه نظرهم يعني ايوه يقعد. ده الكلام ده اتقالت قبل كده، انه جابوا الحراس وجابوا كارتيرون وجابوا الكابتن اسامه نبيه. ما اعتقدش الكابتن اسامه نبيه يوافق على كده يعني. وقالوا لهم نعمل نظام تدوير ولا اللي يلعب وحش يقعد. فهم الحراس قالوا اللي يلعب وحش يقعد. امال فين المدرب؟ امال فين المدير الفني؟ اللي هو صاحب القرار الاول والاخير في اختيار لعيبته من غير ما يبرر لهم. وقلت حتى ضربت مثلا، قلت للمستر مانويل جوزيه لما كان حد بيجي يقول له انا ما بلعبش ليه، يقول له عشان انا المدرب. من غير ما يوضح له؟ لا خالص، ولا يوضح له ولا اي حاجه. يوضح له انت تتمرن كويس وانا اللي شايف، انا اللي لاعب وانا اللي قاعد. فهي دي بس اللي يعني. لكن طبعا الاصيل ليهم، وهم شايفين وجهه نظرهم وكل حاجه، مدرب كبير جدا جدا وعنده خبرات كبيره جدا. بقول وجهه نظري انا، جبل ده يعني كده اتذبح هنا وهنا. منتخب وفريق يعني، مش عارف يعني، هل عنده مشاكل مش فنيه في المعسكر؟ زي مثلا انا عندي تصورات مثلا ان في بعض اللعيبه بتكشر وتزوج ويبقى ليها راي وبتاع، فممكن دي ما تجيش. في 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 لعيبه مستبعده بناء على كده مثلا كده. مثلا يعني فيه. طبعا هقول اسامي يعني، لكن احتمال يكون الراجل ما بيحبش وجع الدماغ، ما بيحبش اللعيب اللي بيكشر او بيبين استياءه مثلا من عدم اللعب او عدم التواجد مثلا. فممكن، لكن المساله من بره كده، من وجهه نظري انا الشخصيه، كحد عنده مثلا 7 سنين منتخب و13 سنه اهلي وحاجات كده يعني، حاجات خبره بسيطه يعني، ما شاء الله. بقول ان لا، كان لازم جبل يكون موجود. طيب بالنسبه بقى للعيبه اللي انضمت من سموحه للمنتخب مثلا، زي مروان. لعيبه كويسه جدا طبعا، حسين فيصل ده هيبقى مفاجاه السنه دي ان شاء الله. مروان طبعا اثبت نفسه وهداف الدوري. فطبعا لا غبار. هو كناري اخده بديل لعبد الله السعيد، بس ما حطوش في القائمه اللي بتاعت كاس العرب.
فبيبقى اذا القائمه ما اتقفلتش. لا اتقفلت، اتقفلت، هو اخده في المعسكر أنا اللي فات. بقول اتقفلت والله يا كابتن ناجي، اتقفلت. اتقفلت متاكد مع الكورونا يعني؟ هم بياكدوا، هم بياكدوا لي حتى، هم بياكدوا لي، يعني وبياكدوا من لي كمان 10 ان مساء اللائحه، كله يقفل؟ وبياكدوا لي ان اللائحه، بتقول 3 حراس مرمى بس، المسموح ليك انك تاخد 3 حراس مرمى بس. يعني في حد مثلا ويتنج ليست ما فيش اي لائحه بقى؟ ولو في اي تغييرات انا برضو بدي لحضرتك المعلومات اهو، ولو في اي تغيير في القائمه ليها علاقه باسباب طبيه او اصابه لازم قبلها ب 48 ساعه، قبل بدايه البطوله ب 48 ساعه. يبقى انا وجهه نظري انه كان جبل لازم يكون موجود، كان لازم جبل يبقى موجود، صحيح. طيب حارس كبير وحارس مرمى عنده خبرات كبيره وعنده عدد ساعات لعب في منافسات وفي تحت ضغوط كبيره جدا، اعتقد ان هو دي بتبقى رؤيه، مدرب حراس المرمى عصام الحضري، ولا دي رؤيه كارلوس كيروش نفسه؟ لا هي رؤيه الجهاز الفني كله يعني اللي بيقعد بيتشاور، وطبعا الراي الاول والاخير لمستر كيروش يعني اكيد. يعني معلش خليني اسال من الذكريات يعني، او من استرشاديا يعني، مين اللي كان بيقول القايمه ديت انا عايز فيها الحراس دولت، حضرتك ولا كان كوبر؟ لا ما هو في هنا بقى ايه حته بس لازم تبقى مفهومه. لو تولدت الثقه بين مدرب المدير الفني ومدرب الحراس فممكن يسيب له الحته دي وهو مرتاح. فبالنسبه لي انا كان مع مستر مانويل جوزيه، مع حسام البدري، مع مستر كوبر، مع اجري، مع نبيل معلول، مع راسفال سيسكو، مع كل الناس اللي اشتغلت معاهم، بتتولد الثقه دي من خلال شغلنا مع بعض ومن خلال احتكاكنا مع بعض. يعني مثلا كاس العالم الشناوي لعب ازاي؟ لعب في الماتشات الوديه اول ما اثبت نفسه، لان انا كنت مصمم ان محمد الشناوي يلعب، كل مره بتسال بقول الشناوي هو اللي هيبتدي، وكان في خلاف، مش خلاف يعني، وجهات نظر واخد ورد وحاجات زي كده، لحد بعد ماتش البرتغال فمستر كوبر قال لي ضن انا خلاص معاك، مقتنع خلاص، انا اقتنعت تمام. فهنا اللي هي العلاقه بين المدير الفني وجهازه بقى كله، مش مدرب حراس المرمى أيوه. بس يعني. ايوه بيتفقوا على حاجه، او بيبقى مدرب حراس المرمى او المدير الفني هو اللي شايف، هو اللي مختار. لكن في حالتنا احنا ما كانش كده للامانه، ما اعرفش بقى عصام. في حديثي مع عصام قريب جدا من اسبوع ولا حاجه، قال لي الراجل سايب لي الحته هو بنفسه. يبقى دي اختيارات بقى عصام الحضري يعني. هو عصام قال لي كده يعني، هو يعني بلسانه هو قال لي انا تمام والراجل معايا تمام وسايب لي الحته دي. اصله كيروش برضو اصلا حارس مرمى يعني، هو كان لما كان بيلعب كوره ده الكيروش والمساعد، المساعد كمان حارس مرمى. على كل يعني ربنا، مش كيروش بس اللي كان حارس مرمى، المساعد بتاعه كمان كمان كان حارس مرمى. طب ليه ليه يا كابتن ناجي حضرتك ما فكرتش في يوم من الايام ده، بس من على طرف المعلقه كده، ما تبقى مدير إيه؟ فني؟ ليه ما فكرتش تبقى مدير فني؟ مدير فني؟ ما انا مدير فني لحراس المرمى. ماشي يا كابتن ناجي، مساءك زي الورده يا كابتن ناجي. هي اتكررت يعني قليل في العالم حتى كله يعني. زي دينو زوف، بدو الزاكي، مش كتير يعني، حالات قليله. اليجري، اليجري يعني مش كتير، هتلاقيهم معدودين على صوابع الايدين او الواحده يعني. ان انت بتبقى بتعشق شغلانتنا دي، فيها ادمان، فيها ابداع كتير وفيها تفكير كتير. في المكالمه في المكالمه اللي كانت من اسبوع دي، عصام ما كانش بيتكلم مع حضرتك عن امكانيه ضم الهاني؟ لا هو اتكلمنا وقال لي بس هو يلعب المباريات اللي جايه بشكل جيد، وهو في الحسابات ما قالش ان هو هيتاخد، وقال في الحسابات. فانا رديت عليه قلت له عصام، انت مدرب وانت المسؤول عن اختياراتك، وما ينفعش. انا لما كنت مدرب ما كنتش بحب حد يقول لي خد فلان او ما تاخدش فلان، خصوصا المدربين. فانا طبعا احنا بنتكلم مكالمه عاديه جدا ما فيهاش اي حاجه يعني. هو اللي قال، فانا قلت له لا يعني انت المدرب خدته او ما خدتوش، والولد بيتمرن كويس وبيلعب كويس، فده انت مدرب يعني. ف اللي هو المكالمه اللي قال لي فيها ان هو المسؤول عن اختيارات الحراس. كابتن ناجي انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، ومساءك زي الورد، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. صباح الفل. بشكر حضرتك شكرا جزيلا كابتن احمد ناجي،
خبرة طويلة جدا جدا حقيقة في تدريب حراسة المرمى، وحاجة محترمة ووجهة نظر مهمة سمعناها فيما يتعلق بالرؤية اللي ليها علاقة بالاختيارات. اللي أنا كنت عايز أقوله، سمعته كلام الكابتن ناجي، هو ده اللي أنا بقوله، إنك لما تيجي تختلف مع الراجل في رؤية ليها علاقة باستبعاد لعيب، ابنيها على أحقية اللاعب وليس على انتمائه. فلما حتى الكابتن احمد ناجي بيتكلم على ابو جبل ومدى اهميه الراجل وجوده، كان موجود معاك طول الفتره اللي فاتت. طيب بيومي، انا بس عايز الفيديو اللي انت لسه عرضه اللي انت لسه عرضه، لانه من الفيديوهات الحلوه. بص بقى، يعني هو الكابتن ناجي لفت انتباهنا للجزئيه دي. كيروش اصلا هو كان حارس مرمى، وعصام الحضري حارس مرمى، والمساعد بتاعه حارس مرمى. تقالي ده لاول مره تحصل، يبقى هذا الكم من حراس المرمى موجودين مع بعض بعد فترة طويلة، سواء على مستوى التدريب كمدير فني أو مساعد للمدير الفني مدرب العام، أو حتى كمان على مستوى أنه مدرب حراس المرمى، وطبيعي لازم يكون حارس مرمى، ولكن أقصد أنه المجموعة دي كلها تكون موجودة. كارلوس كيروش واضح أنه عنده تعليمات، واضح أنه عنده حاجات برضو في الجزئية بتاعت حراسة المرمى، أمور فيها مشهورة ما بينه وما بين الكابتن عصام الحضري. دي الرؤية المتعلقة بمنتخبنا الوطني وكلام في منتهى الأهمية لمنتخب مصر. كل تمنياتنا إن شاء الله بإذن الله بالتوفيق لمنتخبنا الوطني. من منتخب مصر خلونا نروح للدوري المصري، خلونا نشوف كده ماتشاتنا هتبقى عاملة إزاي في الجولة المقبلة، عشان معايا مكالمة مهمة جدا هنسترشد بيها على أمور مهمة. ماتشات إن شاء الله بإذن الله بكرة وبعد، هتخلنا يا شباب على الشاشة الجولة الخامسة زي ما شفتوا. الجولة الرابعة لحد دلوقتي بانتهاءها ما بين يوم الخميس والجمعة، بقى عندنا جدول منظم وبقى عندنا حاجة محترمة جدا يشكر عليها، تشكر عليها لجنة المسابقات بشكل فيه احترافية شديدة. طيب ادي قدام حضراتكم على الشاشه فاركو وسيراميكا كليوباترا يوم الاحد ان شاء الله باذن الله الساعه 5:30 اللي هو بكره، مصر المقصه والاتحاد السكندري الساعه 8 على ملعب الكليه الحربيه. سموحه وطلاع الجيش الساعه 3 ملعب الاسكندريه، ده يوم الاثنين. بيراميدز وايسترن كومباني الساعه 3 على ملعب الدفاع الجوي، غزل المحله والاهلي الساعه 5:30 على ملعب المحله. سموحه وطلاع الجيش على ملعب الاسكندريه ده يوم الاثنين برضو، بيراميدز وايست ابن كومباني احنا لسه قايلينها، برضو الاهلي وغزل المحله، احنا بس هنزود الزمالك والبنك الاهلي الساعه 8 في نفس اليوم اللي هو يوم الاثنين، والجونه والمصري الساعه 8 على ملعب برج العرب. دي كده لقاءات الجوله بالكامل، بنختتمها يوم الثلاث بالمقاولين العرب والاسماعيلي الساعه 5:30 وفيوتشر وامبي الساعه 8. دي كل مواجهات الجولة الخامسة بمشيئة الله، تخلص من بين يوم حد واثنين وثلاث. أنا معايا على التليفون كابتن عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام الرئاسية بالاتحاد المصري لكرة القدم. يا كابتن عصام أهلا وسهلا بحضرتك ومساء الفل. أهلا بحضرتك إبراهيم، وأهلا بكل مشاهديك الكرام ومساء النور. مساء الورد. طيب خليني بقى أسأل حضرتك، من امبارح ومباراة الأهلي والمقاولين العرب عاملة حالة جدل كبيرة جدا جدا من الناحية التحكيمية، الناس اختلف رؤيتها ووجهة نظرها في هدف المقاولين العرب، هل هو تسلل ولا مش تسلل، هل الفار كان قراره سليم ولا مش قراره سليم؟ خليني أعرف بقى من حضرتك. والله يا إبراهيم أنا دي لي فترة واخد قرار بعدم الظهور في الإعلام، قلنا بقى خلينا نركز في الشغل أكتر، لأن واضح إن كان كلامي في ناس كتيرة مش بيعجبها كلام، رغم إن أنا صدقني بقول الحقيقة وبقولها بكل شفافية وكل أمانة، ولكن الحقيقة لما لقيت إن الأمور دخلت في ضماير وتغيير خطوط من الفار وكلام كبير قوي يعني للأسف الشديد، قلت لازم أدخل وأوضح بشكل كبير، ويمكن أدخل لآخر مرة برضو عشان برضو، لأن الموضوع صعب، الموضوع دخل في الضماير والزمن للأسف الشديد، التحكيم فيه ناس مش عارف اقول ايه، ولكن تعالى نروح للحاله ونسيب الناس دي لربنا. نروح للحاله الاول، اولا في ناس اجزمت يا ابراهيم ان الهدف سليم، اقول لهم الله يسامحكم. ليه اقول لهم الله يسامحكم؟ لان لما نبعد الفار دلوقتي وهنتكلم على الفار ونقول حقائق الناس ما شافتهاش للاسف الشديد، ولكن تعالى نتكلم على الحاله لو ما فيش فار. اول حاجه، الحاله صعبه يا ابراهيم ولا حاله سهله؟ لا صعب.
حاله صعبه جدا طبعا. حاله صعبه جدا. الحالات الصعبه بنقول عليها في التحكيم طبعا خبراء التحكيم فاهميني، وفي ناس هشكر فيهم بشكل كبير لانهم حللوها بمنطقيه يعني زي سمير عثمان وزي كابتن احمد الشناوي مع احتفاظ بالالقاب يعني. الحاله هنا الصعبه بنقول ايه؟ بنقول احنا عندنا في التحكيم ثلاث حالات تحكيميات، حاله بلاك وحاله وايت، يعني سودا واضحه جدا وبيضة واضحه جدا، لكن اللي في النص بينهم الجري زون المنطقه الرماديه دي حاله لو ما فيش، انا بقول لو ما فيش استخدام فار دي حاله رماديه، ممكن ابراهيم يقول تسلل، ممكن حد تاني يقول مش تسلل. نبص لايه؟ نبص لتمركز الحكم المساعد. التمركز اللي ولا اروع هو ده الوحيد اللي نقدر نصدقه. لو الحكم المساعد مش متمركز في هذا المكان حتى لو خد القرار الصحيح ما نقدرش نصدقه. دي نقطه تحكيميه ويعرفوها خبراء التحكيميين الحقيقيين، ان هنا الحالات دي التمركز هو الاساس للحكم المساعد عشان نقدر نصدقه او لا في قراره. نروح للفار. الحقيقه حصل امبارح وعلى مسؤوليتي الشخصيه ابراهيم الهدف تسلل 100%. على مسؤوليه حضرتك الشخصيه الهدف تسلل 100%. تسلل 100%. تسلل يمكن 100%. سمير عثمان قال ان في داود وانا معاه، قال ان في شك ان الـ 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 في ان احنا نحكم على الهدف، لان الفار الصوره اللي جت في التلفزيون اللي هي عندك دي، وهنجيب الصوره الثانيه اللي هي ما جاتش اللي كانت لازم تيجي في التلفزيون، الصوره دي جايبه الخط الازرق على اللاعب رقم 25 وليس اللاعب رقم 12. اللاعب رقم 12 هو الاقرب لخط مرمى من اللاعب رقم بالظبط. 25 بالظبط. سمير قال كده صح فعلا. وده كلام ممتاز من سمير الحقيقه. فهنا هتلاقي ان اللاعب لاعب المقاولين رقم 21 هتلاقيه بتسلل بمساحه، شايف المساحه قد ايه يا ابراهيم؟ مساحه تعتبر كبيره. اللي احنا شايفينها دي باللون الاحمر هتعتبر كبيره، لكن نروح للصوره اللي هي الحقيقيه بقى اللي ما ظهرتش في التلفزيون، ودي هنشوف مين المتسبب فيها، اذا كان الفار هيحاسب او الاوبريتور اللي بيشتغل معاه او المخرج. هنشوف الصوره الثانيه. الصوره الثانيه يا شباب، يا ريت الصوره الثانيه بقى اللي ما جاتش، ما اعرفش ما جاتش ليه الحقيقه، يعني انا بتساءل ليه ما جاتش الصوره الثانيه. هتبين ان الخطوط بدات. دي الصوره الثانيه، ده من الفار. خلي بالك يا ابراهيم انا بتكلم عن المسؤوليه الشخصيه، من غرفه الفار بقى. مش دي من الفار. اعرضوها للناس فول سكرين يا جماعه عشان يشوفوها، لان انا فهنا هنشوف بقى المساحه قلت يا ابراهيم. المساحه بتاعه التسلل قلت ليه؟ لان الخط الازرق اترسم بشكل صحيح من على نهايه كتف اللاعب رقم 12، لان الجزء ده بيغطي التسلل، لكن الذراع لا تغطي التسلل. هنا الذراع لا يغطي التسلل، لا يغطي التسلل. الخط الاحمر برضو ما هوش جاي في نص في راس الكتف بتاعه ايمن اشرف بالظبط يعني. لا مش الاحمر هتحطه على كتف لاعب المقاولين رقم 21. رقم 21 أوكي. موجود الخط الاحمر، لكن الازرق هيتحط على نهايه الكتف بتاع اللاعب النادي الاهلي رقم 12. هتلاقي ان مساحه التسلل. طيب هو الكتف نهايته بينتهي بالرزغ يعني بالكوع صح كده، ولا 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 براس الكتف؟ لا الكتف بينتهي ببدايه الذراع. ببدايه الذراع. طيب يعني احنا بالظبط بنقول بنهايه الابط. طيب ما هو الخط اللي مرسوم هنا الاحمر يعني حاجة بتقول ان هو جاي على راس الكتف صح كده؟ هيجي نازل عمودي من كتف لاعب المقاولين الخط الاحمر، هو مش عارف باين عندك ولا لا. والخط ازرق. لا هو برضو باين عندي ان دي نفس الصوره يا كابتن. لا يبقى مش هي دي، لا في لقطه ثانيه، في صوره ثانيه. لا دي بقى هي دي اللي انت حاجة بتتكلم عليها ممكن. فاهمني؟ فهنا طب بص كده قول لي هي دي برافو عليك. هي دي، لان انا اللي عشان بس ابقى امين انا مش عارف اللي فاتت دي كانت شبه اللي قبليها يعني، خلينا نشوف. لا دي بقى. لا دي مش شبه دي بقى. هنا خد الخط الازرق منين؟ على لاعب رقم 12 مش على لاعب 25، مش اللاعب 25 بتاع النادي الاهلي. خد بدا الخط الافقي ده الراسي ده اللي جاي من السماء فوق ده خده من نهايه الكتف اهو واضح الخط الازرق مع الخط الاحمر من نهايه الكتف للاعب المقاولين اللي هو رقم 21. واضح ان هذا التسلل هنا ان اللاعب في موقف تسلل فعلا، وقرار الحكم المساعد داخل المباراه اللي بحييه عليه كابتن سمير جمال كان صحيح 100%، وقرار الفار كان صحيح
100% ان ده الهدف. اسال بقى السؤال، المهم، مين المسؤول كان عن الصوره اللي صدرت واللي بناء عليها لما الكابتن سمير عثمان حلل معانا الصوره قال ان الصوره ديت يعني متزحزحه؟ وانا اتفق مع سمير، وكمان الكابتن احمد الشناوي على فكره بخبرته قال ان الهدف تسلل بدون ما يرجع للفار. وعلى فكره وسالتني انا بخبرتي اقول لك ان الهدف تسلل بالخبره، لكن مش بالفار. بالفار هو اللي بيحكم على الحالات الكروشال، الحالات الحاسمه اللي زي دي او الحالات الصعبه جدا اللي زي دي. هو القصه اللي عاوز اقولها يا ابراهيم ايه؟ ازاي بعض الناس قالوا ان الهدف 100% سليم؟ هي دي النقطه. ليه احنا وبعض الحكام القدامى الحقيقه، ليه يا جماعه ده انتوا ناس كنتوا حكام كبار واللي انا قلته انتوا عارفينه تماما ان الحالات الصعبه بنروح مع قرار الحكم المساعد لو ما فيش فار؟ ليه الكل يبقى ضد التحكيم؟ احنا طيب. عاوزين قصه التحكيم تبقى مع التحكيم مش ضد التحكيم. هل في قرار تجاه الحكم بايقافه؟ لا ما فيش قرار. احنا يا ابراهيم انا قلت لك في البدايه ان هنشوف مين المسؤول عن عدم ظهور هذه الصوره في للمشاهدين على شاشه التلفزيون. هنشوف اذا كان الفار دي من كابينه الفار، الصوره اللي احنا دي عندنا كل مباراه يا ابراهيم لها تسجيل، كل مباراه لها تسجيل. هل في اي صور ثانيه عندنا يا شباب جوه؟ هل في اي صور ثانيه؟ هي دي. ماشي تمام. دي من كابينه الفار يا ابراهيم، واللي يعني عاوز يتاكد برضو الناس يا ابراهيم قال لك ان الناس بتتدخل في الخطوط والناس بتتلاعب في الخطوط. لا، الحكام ووسط التحكيم ولجنه الحكام فيهم ناس عندهم ضمير على فكره. طيب يبقى بس دي نقطة مهمة. طب في جزئية تانية برضو، ما هو الأهلي كان له ضربة جزاء مثلا زي ضربة الجزاء بتاعت محمد شريف ما اتعادتش والفار ما جابهالوش، ما وقفش الحكم. رأيك حضرتك إيه؟ أهي الكرة دي من شدة دي ما اتعادتش تاني، وفي حالة طرد كمان للفار. بص يا إبراهيم، قد يكون عشان برضو بعض الحالات ممكن ما تكونش ظاهرة للفار أو تعدي بدون فحص بشكل سليم. مش هقول لك ان مفيش اخطاء، مش بقول ان احنا ملائكه. حتى الفار يا ابراهيم يقدر يخطا، الفار لانه مش ملاك، هو بشر. ويا ريت نشوف الدوريات الاوروبيه ونشوف كاس الامم الاوروبيه ونشوف يعني هنا العالم. في الحاله اللي حضرتك بنتكلم عليها دي حضرتك تقر ان هناك خطا ما حدث بعدم مراجعه الفار للحاله بتاعت انا ما اقدرش اجيب الصوره دي يا ابراهيم كده واقول ده خطا. انا لازم اشوف لقطه حيه ونحللها تحليل تحكيمي بشكل جيد عشان اقول انه هناك خطا او لا. زي مثلا الحاله اللي تم قتلها بحثا من كل المحللين اللي هي حاله الطرد. ايوه، هل هي طرد صحيح او غير صحيح؟ ماشي. طيب الحاله بتاعت الطرد هي طرد صحيح ولا مش صحيح؟ برضه عشان انا لو عندكم الحاله نقدر نشرحها في نص دقيقه، مش هاخد من وقتك كتير يعني. عندي تعالى اعرضها. احنا في حالات الفرصه المحققه عندنا اربع اعتبارات. لو الاربع اعتبارات موجودين عند ارتكاب المخالفه من اللاعب المدافع ضد اللاعب المهاجم، لو الاربع الاعتبارات موجودين وهقولهم دلوقتي للساده المشاهدين، يبقى في حاله طرد. انا عاوز برافو على اللي معاك يا ابراهيم في الاستوديو، يوقف هنا لحظه ارتكاب المخالفه. يا ريت يوقف هنا. انا عاوز اسالك يا ابراهيم، اللاعب ده مواجه للمرمى ولا لا؟ مواجه. ادي واحد. اثنين، المسافه من مكان ارتكاب المخالفه للمرمى تعتبر مسافه قريبه بالنسبه له. أيوه. صح ولا غلط؟ ايوه. طيب مسيطر على الكره ولا لا؟ الكره في حوزته. ممتاز. باقي اخر اعتبار، اقرب مدافع ليه يقدر يستعمل، يقدر ينافسه ولا لا؟ الخمسة متر دي المهاجم ده عاوز كام متر يا ابراهيم عشان يسدد على المرمى ويجيب جون؟ هو لو داس يعني لو داس هو يسبق بصراحه السوليه، لو انت حضرتك تقصد كده. بس كده خلاص انت جاوبت، يبقى دي حاله طرد 100%. حاله طرد 100%. طب خليني كده ايه اكملك برضو الكوره عشان الحاله بتاعت هل السوليه يقدر ولا لا. بص كده، هو ما هنا الخطا بدا من هنا، فاللاعب بدا ما يتحركش. المهاجم مش هيتحرك، فالسوليه كده كده بيتقدم. واحد بيقع والتاني بيتقدم، فاهمني؟ فعشان كده احنا بنوقف ايه؟ بنوقف الصوره لحظه ارتكاب المخالفه. هنا اللاعب وقع على الارض خلاص، احنا عاوزين نجيب من البدايه لحظه الاعاقه. هنا لحظه الاعاقه، هنا كان مستحيل السوليه يحصل يوصل. هو الراجل عاوز يردتين للامام عشان يسدد على المرمى ويجيب جول، او ما يجيبش جول بس عنده الفرصه المحققه لاحراز هدف موجود.
طيب دي جزئية برضو مهمة، كويس ان احنا حضرتك عقبت عليها واتكلمت فيها، وانا عارف انه حضرتك حابب انك كنت تتكلم في الجزئية دي تحديدا عشان حالة اللغط اللي حصلت الكام ساعة اللي فاتت. اذا حضرتك تؤكد انه هدف المقاولين العرب الملغي ده كان قرار سليم من الحكم ولم يكن هدفا صحيحا لانه كان في تسلل. اما ما يتعلق بحاله الطرد، حضرتك بتقول انه هي حاله طرد صحيحه. الجزئيه المتعلقه بمحمد شريف وانه له ركله جزاء ولا لا، حضرتك قلت انه اللقطه ما اتعادتش وبالتالي مش قادر تكون فيها حكم قيم في النهايه، وقد يكون هو ده السبب اللي دفع الفار ان هو يعمل كده. وان كنت انا شايف من وجهه نظري انه الفار دوره اقفش دي، يعني امسك دي، هي دي اللي احنا عايزينها. ما هو الفار موجود عشان يمسك الحاجات اللي شبه كده. طيب بقى ان حضرتك اذنت لي سؤال فيما يتعلق بما هو موقف لجنه الحكام فيما يتعلق بالكابتن محمد عادل، هل هو موقوف ما شفناهوش في الجوله الرابعه، هل هو هيبقى موجود في الجولات المقبله، الموقف بتاعكم ايه معاه؟ والله يا ابراهيم يعني احنا في لو حتى في اي عقوبه لاي حكم احنا بنفضل ان هي تكون عقوبه سريه ك يعني عرف كل لجان التحكيم. فحتى لو كابتن عادل محمد عادل موقوف او مش موقوف ما اعتقدش ان احنا بنعلن عن هذه العقوبه. لكن انا عاوز اخد من وقتك حضرتك دقيقه واحده بس فضل. بالنسبه للعبه الهدف التسلل مش تسلل، شفنا ان كان يمكن انا شفت مع حضرتك المهندس محمد عادل، انا بحترمه واقدره ان احنا على تواصل كبير، شفت لما البعض قال ان الهدف سليم خلاه زعلان، خلاه متوتر، خلاه قال ان المقاولين اتظلم. المقاولين ما اتظلمش للامانه في هذه المباراه. واخر حاجه عاوز اقولها لك، دي اللعبه وانا عارف ان كل الناس اللي بيتفرجوا علينا مقتنعين ان هي تسلل من كل خبراء التحكيم 100%. عاوز اقول لك ان اللعبه دي قللت من كل المجهود الكبير اللي بذلوه الحكام في بقيه المباريات. اللي انا بقى من خلالك بشكرهم على ادائهم، يمكن ده افضل اسبوع تحكيمي في الاربع اسابيع الاسبوع الرابع من عمر الدوري العام. عظيم. طيب ارجع تاني لمحمد عادل، حضرتك قلت لي ايه الموقف النهائي، هل هو هيحكم ماتشات الاهلي، هيحكم ماتشات للزمالك، الامور عاديه يعني الموقف اكيد إيه؟ اكيد اكيد احنا محمد عادل من الحكام الكبار، وبرده بقول انه اخطا في شيء واحد بس وبعيده تاني معاك يا ابراهيم، انه حل الحالات التحكيميه للمباراه بتاعته، ده الخطا اللي كان عمله، ان زي ما احنا عارفين اللوائح بتمنع الحكام من الاداء باي تصريح. انا قلت يا كابتن عصام، يعني انا كنت صريح حتى لما طلعت قلت انا لست ضد انه الحكم يتكلم من ناحيه انه والله انا بشكركم، والله يا جماعه حاجه كده، يبقى فيها نوع من انواع التقدير لانه كان عامل الماتش والناس كلها بتتكلم بشكل فالثقه الغاليه، الكلام العناوين اللي هي ديت بس وخلاص، دون الحديث عن 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 تفاصيل، يعني لان انتوا نفسكم ما علمتوناش كده، يعني انتوا نفسكم لما تيجوا تتكلموا مثلا انه الحكام طالما الحكم لسه موجود وهو اللي حكم مباراه وبيحكم مازال، يبقى مش من حقه ان هو يتكلم عن اي حاله من حالات المباريات اللي هو خاضها. انتوا اللي قلتوا لنا كده، وبناء عليه هو العرف كده يعني. ده كلام صحيح وخلاص، يعني مش هتلاقي حد تاني يتكلم في اي اي قرارات تحكيميه اخذها اي حكم ايا كان. واتمنى ان الدعم من الجميع يا ابراهيم الفتره الجايه، احنا بنحاول نجتهد، بنحاول نقدم تحكيم محترم، ماشيين في نسق تصاعدي بالنسبه لأداء الحكام، كان أفضلهم الأسبوع الرابع، مش عاوزين نمسك للتحكيم على أي على نقص على الوحدة، أنا شايف إن في تربص غير عادي بالتحكيم، أنا عارف من مين وعارف سببه إيه، ولكن أتمنى إن الناس تسأل التحكيم المصري، لأن عنصر مهم وإحنا مش هننجح بدون مساندة كل عناصر التحكيم، كل عناصر اللعبة، وأهم عنصر كمان هو الإعلام. اتمنى ان الناس تدي الناس حقها، واحنا هنجتهد وعندنا اخطاء بنحاول نصلحها زي ما كل الناس عندها اخطاء، ولكن اتمنى الناس تساعدنا الفتره الجايه. كل تبنياتنا لكم بالتوفيق يا كابتن عصام، وبشكر حضرتك شكرا جزيلا، اتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله باذن الله. بشكر حضرتك شكرا جزيلا، كابتن عصام عبد الفتاح رئيس لجنه الحكام الرئيسيه بالاتحاد المصري لكره القدم، وتعقيبات مهمه جدا فيما يخص مباراة الأمس. إذا عشان بس نبقى يعني إيه الرؤى واضحة قدام حضراتكم، تأكيدات الكابتن عصام عبد الفتاح فيما يتعلق بحالات مباريات الأمس. طيب فيوتشر عاملين شغل كبير جدا الحقيقة، مكسب كان مهم للفريق، وتفاصيل فنية لبنى فريق
لأول مرة يكون موجود في الدوري المصري. أنا معايا على التليفون كابتن عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لنادي فيوتشر. يا كابتن عبد الظاهر مساء الورد. يا مساء الفل هيما يا عم الناس. أخبار حضرتك إيه؟ كله تمام يا حبيبي يا رب الحمد لله. في أفضل صحة وأفضل حال. الله يخليك يا حبيبي ربنا يكرمك. وخليني أسألك يعني كيف ترى فكرة انضمام ثلاث لاعبين من فيوتشر وهو فريق حديث عهد بالدوري الممتاز ينضموا الى قائمه منتخب مصر هتبقى موجوده في كاس العرب وعلى راسهم مثلا احمد رفعت اللي الكل كان بينادي وانا هنا الحقيقه كنت متصدر الفكره بتاعت ليه احمد رفعت ما يكونش موجود لاسباب ليها علاقه بالعدل فقط لا غير، يعني انه رفعت قدم مردود ايجابي يستحق ان هو يكون موجود عليه، بالاضافه كمان لعمر كمال عبد الواحد موجود برده من عندكم ومحمد عبد المنعم. والله يا كابتن ابراهيم انا بشوفها انها رساله نجاح لمنظومه فيوتشر كلها، يعني منظومه ان انت في اول اربع مباريات في اول تجمع للعيبه وجهاز فني وجهاز اداري وجهاز طبي ومجلس اداره كله ده بيدل ان احنا الحمد لله كنا شغالين صح. كنا نجحنا جدا في مجموعه صفقات، انت عارف ان احنا جايبين صفقات كتير جدا لان احنا كلنا جداد على النادي كلنا جايين. كنا دايما نقول لشعارنا ان احنا ما حدش لنا فيه رصيد، فكل واحد لازم يحط رصيد في النادي ده. فكل المنظومه انا ببارك لهم جدا جدا جدا، وببارك للجهاز الفني كابتن علي ماهر المجتهد جدا جدا جدا، واللي انا شايف ان هو لما جمعنا الناس انا والكابتن علي والمنظومه كلها اتفقت على السكواد ده وعملنا الفرقه ديت كان قصدنا حاجه مش الحمد لله تحس من اللاعبين ان هم مش عشوائيه، مش اختيار عشوائي، مش اختيار ان انا في لعيب موجود ممكن يمشي هاخده، لا تماما خالص الموضوع مش كده خالص تمام. موضوع فيه شخصيه نادي كبيره جدا، شخصية فريق بتدل على نادي الحمد لله ان هو مولود كبير، وكنا لازم نجيب مجموعة تدل على كده بالذات. لو جيت للعيبة الكبار تكلم على كابتن نادي الاهلي كابتن سعد سمير، تكلم على كابتن نادي الزمالك كابتن محمود جنش، فده جبنا الاول اللعيبة اللي هي تقدر تسيطر على اوضه اللبس او يقدر ان هم يكونوا محبوبين، ونقدر ان كان اهم اهتمامات الكابتن علي وانا اوضه اللبس، ان انت ازاي فريق جديد لسه ما خدش على بعضه لسه ما اندمجوش مع بعض فنيا لكن اخلاقيا كل الناس الحمد لله على مستوى عالي جدا من الاخلاق، طالما الحمد لله كلنا متفقين على نفس المبدا هيبقى سهل جدا ان احنا نندمج مع بعض. طبعا الاربع مباريات خدناهم تدريجي، يعني مستوى فاركم ما كانش اللي هو، بعد كده بدا تتدرج المستوى لحد مستوى مباراة أستر كومباني أو الشرقية للدخان اللي ظهر فيها الفريق بالشكل ده، وأنا شايف إن ده نتاج عمل الحمد لله اجتهاد لكل الناس في المنظومة، مش عايز أنسب حاجة طبعا الحاجة الفنية دي للكابتن علي تماما، والملعب ده أهم حاجة والناس كلها شغالة حوالين الكابتن علي إن هم يخلوه يشتغل في الملعب بس. فده بدأت بالنسبة لكم يا كابتن عبد الظاهر تتضح معالم الاهداف اللي انتوا عايزينها، يعني انا عارف ان انتوا مش عايزين يعني تصدروا ضغط للعيبه بفكره انه احنا عايزينكم في المربع الذهبي، في كلام بيتقال اكيد في غرفه الملابس له علاقه بانه التيم ده بقوته لازم يبقى موجود في مربع ذهبي، بس اكيد انتوا بالنسبه للاعلام عايزين تخففوا الضغط شويه عن اللعيبه لانه الناس باصين لهم على انه ده تشكيله من اللاعبين المميزين. يعني بص يا كابتن ابراهيم ما تقدرش تقول مثلا لفريق زي الاهلي والزمالك انت مش ممكن تاخد الدوري، صعب جدا ومش ممكن تقول لبيراميدز ان انت ما تكونش في المربع. أيوه. صح؟ ايوه. ومش ممكن ان مجموعه اللعيبه دي تبقى في المركز العاشر مثلا. صح. في حاجات ما اجبى على نفسها تماما يعني. في حاجات مش لازم انت تقولها، انت هي محسوسه. انت الاهم حاجه انت كنادي انت عملت كل الاسباب اللي توصلك لدي ولا لا، ده الاهم. المعطيات الامكانيات اللي انت عاطيها للعيبه والفريق والجهاز الفني والجهاز الاداري، هل انت عملت بالاسباب ديت ولا لا، اللي هي في ليفل كده بتاع او مستوى المربع الذهبي، وبعد المربع هتلاقي في اربعه اللي هو الخامس والسادس والسابع والثامن.
لكل مرحلة دي أو كل حاجة لها شغلها، فأنت عملت أنهي شغل فيهم؟ أنت اديت أنهي شغل فيهم عشان تروح فين؟ فأنت من غير ما تقول ولا تسبب هدف ولا تقول والله أنا داخل عشان أدخل مربع، لا، اشتغل شغل المربع. يعني اشتغل شغل المربع، اعمل حاجات المربع، هات مدير فني محترم، هات لعيبة على مستوى عالي، وفر لهم الامكانيات، وفر لهم حاجات كتيره جدا، هتلاقي لوحدها. وبعدين ما فيش مربع من غير نقط، يعني ده اللي احنا بنقوله دايما في اوضه اللبس. هو انا ممكن اروح مثلا اشتري حاجه ومعيش فلوس، عايز اركب عربيه براند مثلا وبعدين معيش فلوس؟ لازم الاول اجيب المجموعه عشان ادخل كليه طب، كليه صحيح. هندسه، لازم الاول اجمع نقط. احنا هدفنا الاول هو تجميع النقط، وده الاهم يعني. انما تجميع النقط لما بيجي باداء، ده الحلاوه بقى، دي المتعه بقى، ده اللي انت تقدر تقول عليه فرقه كبيره اندمجت بشكل كبير. لكن من غير نقط ومن غير مركز، يعني احنا المركز السادس، احنا ما عملناش حاجه لسه، ما فيش، احنا في المركز السادس، اربع ماتشات المركز السادس، ضاع مننا 5 نقط. فده اللي احنا بنقدر نحاسب عليه نفسنا. لائحه محترمه الحمد لله رب العالمين، فيها بونص، وفيها طول ما انت بتنجح، طول ما انا في ظهرك، ففي عوامل كتيره جدا للنجاح بتقول ان انت رايح فين. مش ضروري ان انا اطلع اعلن واقول اهداف الفريق كذا، اهداف النادي كذا. هو الناس الفنيين او الاسطوات اللي يعني في المهنه يقول لك ايه ده رايح فين ده، من غير ما تقول له حاجه، من غير ما تقول له انت والله انا اهدافي كذا. خليني اسال حضرتك على لعيبه انتوا راهنتوا عليها، زي مثلا مروان محسن، انك تراهن على انه تعيد انتاجه مره اخرى مع فيوتشر. جاب بامكانياته الفنيه قد ايه مروان محسن؟ مدى رضاكم عنه شيء ازاي؟ خلينا نتكلم في الشخصيه، ان احنا كسبنا شخصيه محترمه جدا، شخصيه كبيره بمعنى الكلمه، لعيب كبير، لعيب بيتمرن يا كابتن ابراهيم اكتر من اللعيبه الصغيره بشكل كبير. يعني ما كابتن علي بيقول المحاضره بتاعته بيضرب بيه المثل، يعني ازاي في الاجتهاد بتاعه، وازاي في الاصرار بتاعه انه عاوز يرجع. واهم حاجه انت عارف يا كابتن ابراهيم، المعامله النفسيه للعيب قد ايه كابتن علي بيعامله معامله، والنادي كله وانا وكلنا بنعامله معامله، ان هو عاوز يرجع، وعاوز يثبت للناس، وعاوز دايما يقول ان الحسابات ما كانتش صح، او حصل لي بعض التعطيل او الظروف اللي عطلت، انما انا كلاعب لعيب كويس، والحمد لله احنا بنساعده على كده. وان هو مساعد نفسه، خلي بالك ممكن يكون عنده اهداف كلاعب وفي الاخر خالص انا ما بعملش حاجه، مستني التوفيق بقى من عند ربنا. طب التوفيق ما هيدي مين لمين؟ اللي بيشتغل. صحيح صحيح. فهو لا، هو في حته ثانيه في الشغل الصراحه. وانا بقول يعني كان نفسي امنيه حياتي ان مروان يكون مع المجموعه ديت بجد، زي لعيبه كتير كان المفروض يكون موجود. لكن مروان في 4 ماتشات جايب هدفين، يعني 50% من درجه، ضيع 4 5 فرص كانت المفروض يجيبها، لو المفروض كان جاب 3 4. لكن هو عنده الاصرار ده، وتشوف النهارده هو بيسلم على احمد رفعت وعمر وكل الناس، يعني بتبارك للعيبه اللي راحت المنتخب. انا روح حلوه جدا بحيي عليها، وان شاء الله يعني في ناس كتير قوي كانت مراهنه على مروان، وفي ناس صحافي جدا كانت بتقول لي لا مروان مش، قلت لهم لا والله مروان هيبقى في حته تانية السنه دي، وكابتن علي مراهن عليه بشكل كبير جدا، ومراهن انه هيبقى في حته تانية باذن الله. وده خلي بالك خبرات محتاجها منتخب مصر في الفتره ديت، واحد زي مروان محسن. ان شاء الله باذن الله ربنا يكتب التوفيق والخير. يا كابتن عبد الظاهر بشد على ايديكم، وربنا يكتب لكم كل التوفيق ان شاء الله باذن الله في الفتره اللي جايه. وبشكر حضرتك، شكرا جزيلا. كابتن عبد الظاهر السقا، نجم مصر ومدير رياضي لنادي فيوتشر، وتعقيب مهم جدا. عندي اخبار من الاهلي وعندي اخبار من الزمالك، بس خلونا اروح لفاصل. وبعد الفاصل تعالوا بقى نكمل التفاصيل الفنية بتاعتنا. طب قبل ما اروح للفاصل، انا معايا على التليفون كابتن احمد سامي، المدير الفني لنادي سموحة. يا كابتن سامي مساء الورد. كابتن سامي، يا كابتن سامي مساء الفل. لا كابتن ابراهيم، عامل ايه؟ اخبار حضرتك ايه؟ مساء الفل. خليك معايا معلش ثانية واحدة يا كابتن سامي، ممكن تقفلوا اير بيس لأن أنا مش سامع.
انا مش سامع حاجه يا شباب، اقفلوا اير بيس. يا كابتن سامي مساء الورد. مساء الفل يا كابتن ابراهيم، اخبار حضرتك ايه؟ طمني عليك وعلى صحتك. كله تمام الحمد لله يا رب، دايما في افضل صحه وافضل حال. وخلينا اسالك عن القايمه المشاركه في بطوله كاس العرب، رؤيه حضرتك ليها ايه؟ موجود عندك اتنين من لاعبي سموحه في هذه القايمه، وشايف المستقبل هيبقى عامل ازاي بالنسبه لمنتخب مصر؟ والله يعني هو بالنسبه للعيبه اللي عندي، ما هو اتخذ كناريا المعسكر اللي فات، هو ما شاركش وما لحقش، يعني ما اتخذش المره دي، هو اتخذ حسين فيصل ومروان. لكن دي حاجه كويسه، يعني حته ان انت تبقى تروح معسكر حتى لو ما رحتش، بس كناريا لعيب كبير ومستقبل كويس جدا، هيبقى من اللعيبه اللي نص ملعب اللي ليها اسم في مصر. مروان طبعا هداف الدوري وشغال كويس بشكل كويس جدا. وان شاء الله السنه دي انا وحسين فيصل لعيب كويس جدا، وهيبقى من اهم اللعيبه اللي هتبقى موجوده خلال فتره. لعيب صغير مواليد 99 وان شاء الله هيبقى من احسن، يعني من احسن الناس اللي بتلعب في الحته اللي قدام اللي تحت الفرق، سواء وينج سواء 10، هيبقى لعيب ليه مستقبل كبير. يعني مبسوط ان فرقتك متشافه دايما يا كابتن سامي، يعني لما بيحبوا يميلوا على لعيبه برضو في وقت صعب جابوا كناريا من سموحه، انه دايما في اختيارات من لعيبه في سموحه، هل ده بيبسطك كمدير فني ولا بتستقبله ازاي في الحته دي تحديدا؟ يعني انه مره كده ومره كده. لا منتخب مصر طبعا حاجه كويسه جدا بالنسبه للعيب، وشرف كبير جدا كون ان هو يترشح مش يروح. لكن انا بالنسبه لي دي حاجه كويسه ان الفرقه، ان مدرب المنتخب سواء كروش او كابتن حسام البدري او الفتره بتاعت السنه اللي فاتت بتاعت كابتن حسام البدري، مصطفى فتحي والناس اللي اتخذت برضه، يعني دي حاجه كويسه ان كله مجمع ان احنا بنأدي بشكل كويس، رتمنا كويس، رتمنا شبه المنتخبات، فدي حاجه كويسه جدا بالنسبه لنا، يعني دي ان هو متشاف. وخلي بالك يا ابراهيم، في لعيبه كتير تستاهل عندي برضه تروح. يعني في لعيبه موجوده. زي مين؟ يعني مش هقول اسامي، في ناس كتير يعني، بس يعني الفتره الجايه ان شاء الله هيتشافوا اكتر، وهيبقى انا متاكد ان هم هيبقى ليهم دور بشكل كبير يعني. طيب خليني بسالك بقى على سموحه، من وجهه نظرك شايف الامور ماشيه ازاي في بطوله الدوري، التعادل اللي فات مع انبي؟ والله يعني ماتش انبي احنا كنا اقرب للمكسب، خصوصا في الشوط الثاني. الشوط الثاني احنا كنا يعني متحكمين في الريتم بشكل كبير جدا، وكنا بنوصل للجون وموجودين على طول بشكل دائم لو اتفرجت على الماتش في نص ملعب انبي، وضيعنا فرص. وانا نفسي برضه كابتن ابراهيم، طالما يعني التحكيم بيتسلط قوي وناس بتطلع تحلل على كل حاجه لماتشات الاهلي والزمالك، احنا برضو زي الفرق دي يعني، ما يعني ما برضو يعني برضو احنا برضو موجودين في الدوري. كل الناس برضو تسلط على اي حاجه بتحصل في كل الماتشات، انا ما بتكلمش عن نفسي بس. لكن كل الدنيا متوجهه ماتش اهلي ماتش زمالك، كل الدنيا متوجهه، كل الناس بتقعد تحلل في كل حاجه، لكن كل الفرق الثانيه ما مش متسلط عليها اي حاجه. لو في حاجه حصلت غلط، لو في اي حاجه حصلت غلط عادي بتعدي عادي. ليك حق في التحكيم كسموحه في الماتش اللي فات؟ لا انا بتكلم عموما. لا انت هات الماتش، انا مش هقول لك في ايه، بس انا هاتوا الماتش واتفرجوا. لكن هو كل اي حاجه كبيره وصغيره في ماتشات الاهلي والزمالك كل الناس متركزه فيها قوي، لكن بقيه بتاع لما بيحصل اي حاجه ولا اي حاجه عادي يعني، مفيش مشكله يعني. ده مش مقصود، بس هي دي القصه. يعني انا بالنسبه لي دي يعني دي كل الفرق في الدوري زي بعض. طيب كل حاجه في السماء طالما الماتش بدا، الاخطاء اللي بيتعرض لها في فرق كبيره، لا في فرق كبيره، اهلي فرقه كبيره جدا، تاريخ كبير، زمالك فرقه كبيره جدا، بس لما بيبدا الدوري كل الناس لما بتبدا الحكم يصفر كل الناس زي بعض. هل الاخطاء اللي ارتكبت مثلا من وجهه نظر حضرتك ضد سموحه بتشوفها ايه؟ قدرات تحكيميه لم تكن في افضل حال، ولا يعني استقصاد او ما فيش متعمد؟ استقصاد، لا ما فيش متعمد. كل الحكام ناس محترمه جدا، ما
مفيش متعمد، بس لما الماتشات الباقيه بيبقاش فيها التسليط الاعلامي الكبير جدا، يعني ممكن امور تعدي مفيش مشكله يعني، ايه اللي هيحصل يعني؟ مفيش مشكله يعني، بس لكن مفيش حاجه متعمده طبعا، الناس كلها محترمه. صحيح. قول لي رايك ايه في انه الهاني سليمان ما انضمش لمنتخب مصر؟ ده اخر سؤال. يعني جون كبير، خلي بالك خبره كبيره، وهو كون ان هو اتاخد فتره منتخب دي حاجه كويسه، مترشح دايما ان هو قريب يخش دي حاجه كويسه، لكن لا برضه لازم نحترم قرارات الجهاز الفني، واحنا سبورت للمنتخب باي شكل ما، ان شاء الله ربنا يسهل ويكرمنا ونوصل كاس العالم. بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن سامي، وبتمنى حقيقة كل التوفيق ان شاء الله باذن الله. مساءك زي الورد. بشكر حقيقة شكرا جزيلا كابتن احمد سامي المدير الفني لسموحه، وتعقيب على الاختيارات الفنيه للاعبي سموحه، وايضا رؤيته لبطوله الدوري المصري. هروح لفصل، وبعد الفصل نرجع نكمل كلامنا مع حضرتك. اخبار وتفاصيل مهمه جدا في القلعه الحمراء، النادي الاهلي، نعرفها دلوقتي حالا مع حضراتكم. مساء العاشره، مساء الزعامه، مساء الصداره ومساء الكبرياء. قاضي ممكن شاط الكوره جول القاضي بطل افريقيا. مساء النادي الاعظم في قاره افريقيا وما جاورها. مساء العاشرة بعد 8 أشهر فقط من صباح التاسعة. فالنجاح في الأهلي ليس كلمة، وبكلمة نقش النجاح فيها بسطور من حياة الأهلي. ليه بدر بنون غاب عن تدريبات الاهلي النهارده؟ هو السبب انه كان في تدريبات في الجيم بيعملها، وكانت الفكره انه يتجنب اي اجهاد عضلي بعد مشاركته اساسي في مباراه المقاولين اللي فاتت. وبالتالي وبناء عليه، لانه المباراه كانت يوم الجمعه، فجمعه بعديها سبت، حد الماتش يوم الاثنين، الفضل الجهاز الفني بالاتفاق مع الجهاز الطبي انه الراجل يكون عنده تدريبات في الجيم. لكن هل هو متواجد مع الاهلي في مباراه غزل المحله هتلعب يوم الاثنين؟ موجود معاهم، ما عندوش اي اصابات، ما عندوش اي مشاكل، وبالتالي بدر بنون سيكون متواجدا مع النادي الاهلي. خبر الثاني عندنا النهارده في تفاصيل النادي الاهلي، انه محمد هاني بنسبة كبيرة جدا جدا سيعود أساسيا في اللقاء المقبل، سيعود للمشاركة أساسي في لقاء النادي الأهلي المقبل أمام غزل المحلة. طب التفنيدة بتاعت الكلام ده إيه؟ إنه مش موجود حمدي فتحي لحصوله على البطاقة الحمراء، وبالتالي هو مش موجود. الأهلي اعتمد خلاص طريقة إنه في 3 في نص الملعب، وبالتالي مين الباك رايت اللي بيديله باك رايت ويدي نص ملعب؟ أكرم توفيق. فهناك أفكار تدرس ما بين بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الاهلي وجهازه المعاون في فكره تحريك اكرم توفيق من ناحيه الباك رايت الى منتصف الملعب، علشان يبقى موجود مع ديانج ويبقى موجود مع السوليه، فيعزز منطقه منتصف الملعب، وبالتالي هيفضى ناحيه الباك اليمين، وهنا هيبقى موجود محمد هاني. فافكار الراجل رايحه للسكه دي بنسبه كبيره جدا جدا في فكره ازاي محمد هاني هيعود للتشكيله الاساسيه.
على جانب اخر النادي الاهلي يعني بيخلص كل استعداداته واجراءاته الورقيه المتعلقه بسفره في معسكر الامارات المقبل ان شاء الله باذن الله. يوم 7 او يوم 8 ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي هيسافر، عنده مجموعه من المباريات الوديه، هي مش هتكون في دوره انما هتكون مباريات وديه ثلاث لقاءات مع فرق من الفرق الكبرى يعني اللي هتكون موجوده في وقت المعسكر ده. 25 لعيب هيكونوا موجودين في المعسكر المغلق ده. والفكره كمان انه الفترة ديت مش هيبقى موجود فيها أي من اللاعبين المشاركين في كأس العرب، والأهلي هيخلص المباريات بتاعته ديت، هيخلص المعسكر الإعدادي بتاعه ده في الإمارات ومستني السوبر الإفريقي عشان لو كده ممكن يخرج من الإمارات على الدوحة على طول علشان يلعب ماتشه في السوبر الإفريقي. ده ما يتعلق بتفاصيل الإجراءات اللي النادي الأهلي بينهيها للتواجد في معسكر الإمارات المقبل إن شاء الله بإذن الله. تعالوا نتابع مع حضراتكم معلومات وتفاصيل وأرقام في ظواهر ليها علاقة بمباراة الأهلي والمقاولين العرب والزمالك والإسماعيلي، وبعدين نرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم. نروح لتفاصيل واخبار مهمه جدا في القلعه البيضاء نادي الزمالك. في التفاني هذه الدقائق الكرويه الزملكاويه، هذه الكره ولا بلاش، هذه مدرسه الفن والهندسه. لعبوا فن وهندسه واهداف الزمالك هم أبطال الدوري. مليون 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 مبروك للملكي، مليون مليون مبروك لنادي الزمالك.
طيب تعالوا نقول لحضراتكم كده التفاصيل المتعلقة بالمصابين اللي في نادي الزمالك، الموقف كان بالنسبة لهم عامل ازاي. بالنسبة لرزاق سيسي، رزاق سيسي كان النهاردة عنده تدريبات تأهيلية في الجيم وجاري اعداده للمرحلة المقبلة بعد الإصابة الكبيرة اللي اتصابها مع الاتحاد السكندري الموسم الماضي، وبالتالي لحد النهاردة لسه رزاق سيسي ما رجعش ولم يتعافى من الناحية الطبية وبنسبة 100% وشغالين معاه، فالنهاردة كان بيجري هذه التدريبات التأهيلية. أشرف بن شرقي كان موجود النهاردة، ما اتمرنش بس كان موجود لمتابعة الحالة الطبية بتاعته مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي علشان يتم الوقوف على يعني حجم الإصابة بتاعته، واللي بناء عليها واضح أنه مش هيكون موجود أو مش هيقدر يشارك، ولذلك باتريس كارتيرون مثلا استبعده. فتوح خط تدريبات تأهيلية برضو. دي القائمة بالكامل بتاعة نادي الزمالك. اللي هقوله ده هي رسالة أوجهها لأبو جبل حارس مرمى نادي الزمالك، لأنه عارف أنه في هذا التوقيت بيعيش ظروف مش الأفضل على الإطلاق بالنسبة لأي لاعب كرة أو بالنسبة لحارس مرمى. لاعب أساسي في منتخب، لاعب أساسي في فريقه، متواجد بشكل مميز، بينضم باستمرار لمعسكرات منتخب مصر، بيتم الاعتماد عليه في أوقات كتيرة جدا في منتخب مصر، وبيثبت أنه قد المسؤولية. فجأة وبدون مقدمات ولرؤى فنية لها علاقة بأنه أبو جبل لم يقدم أفضل مردود إيجابي عنده في مباراة الأهلي قبل الماضية، بيقرر باتريس كارتيرون أنه يشغل الحارس الثاني اللي هو محمد عواد، وده بناء على اتفاق في الكواليس أنه الوحش هيقعد، هتاخد مباراة ما تكونش كويس فيها فهتقعد. هي الرؤية الفنية للناس كده، لكارتيرون كده. تسألني أنا أقول لك الوحش يقعد بتخلص على الواحد نفسيا، لأنه إحساسي أنا إن أنا وحش، فالناس شايفاني وحش، فجمهوري شايفني وحش، إحساسي خلص عليا. طيب أنا أشوفها إيه؟ أشوفها حارس أول وحارس تاني، أشوفها كده دايما كده. طب أنا لو عندي اتنين حراس تقال زي دولت، إيه الموقف يبقى عامل إزاي؟ يبقى حتى كمان فكرة ان انا الحارس احافظ عليه شوية، الحارس بتاعي الموقف ده لو عواد برضه نفس القصة، يعني اعكس الموقف كان هيبقى كلامي على عواد كده برضه. ادي للحارس بتاعي فرصة انه يشم نفسه فيقف على رجليه، انه لا على فكرة انت ماتش الاهلي ما عملتوش كويس، بس ماتش الاسماعيلي هتعمله كويس، بس ماتش البنك الاهلي هتعمله كويس، بس انت ماتش الفلاني هتعمله كويس، فلما انت تبقى واقف على رجلك كده انا هبدل، خلاص انت وقفت على رجلك هبدل. لكن في الوقت ده بتكسر واحد نفسيا شويه. فرسالتي لابو جبل، خليش ده ياثر عليك، انت حارس كبير جدا جدا وحارس عندك من الامكانيات الفنيه اللي تؤهلك دايما انك ترجع وتبقى موجود في مكانك. ونفس الكلام كنت هقوله لعواد، لو العكس بالعكس. واللي عايز اقوله برضو لابو جبل انه ما يزعلش، لانه في النهايه الحارس التاني اللي موجود معاه هو حارس كبير ويعد من حراس المرمى المميزين. فانت حتى وإن حصل وده كانت وجهة نظر الناس الجهاز الفني، فأنت في النهاية عندك برضو بتفرق لما أنت هتقعد علشان حارس برضو مميز، مش قاعد علشان خاطر حارس تاني أقل منك في الإمكانيات أو في القدرات. أتمنى أنه الموضوع ما أثرش فيه أنه فجأة مرة واحدة صحي من النوم. هو أنا متخيل إحساس أبو جبل يا عيني، يعني أنا هو واحد منتخب مصر ونادي الزمالك صحي من النوم ما بقاش لا منتخب مصر ولا نادي الزمالك، بتبقى صعبه شويه انك ما بتلعبش اساسي هنا وما بتلعبش اساسي، بس ده مش نهايه المطاف. انت مش موجود اصلا في القائمه بتاعت المنتخب، بس ده مش نهايه المطاف بالنسبه لاي لعيب، ومش نهايه المطاف بالنسبه لابو جبل. دي رساله كنت حابب بس ان انا اقولها لابو جبل علشان ما يبقاش عنده نوع من انواع يعني الحزن او الزعل. بالمناسبه النهارده اتقال انه هو خرج من جروب الواتساب بتاع الفريق، بيبقى دايما كل فريق بيبقى عنده جروب على الواتساب بيملي فيه الجهاز الاداري كل التفاصيل المتعلقه بميعاد المران والتجمعات والحاجات اللي شبه كده. ابو جبل قال في تصريحات للموقع الرسمي لنادي الزمالك، قال انه مستمر مع الزمالك. خد بالك ان ابو جبل في فتره تجديد، فالكلام طالع انه لا ده هيمشي، ده كذا ده كذا، هو مستمر. قال لك انا مستمر مع الزمالك وبحترم
قرارات الجهاز الفني، وقال انا موجود في جروب الواتساب وملتزم مع الفريق وتواجدت في التدريب النهارده بصوره طبيعيه، وقال كل اللي اتقال ده شائعات، وقال انه متواجد حاليا في المعسكر الفريق استعدادا لمباراه البنك الاهلي. ده كلام ابو جبل في الجزئيه المتعلقه بهذا الشأن والتفاصيل الفنيه دي كلها فيما يخص نادي الزمالك. تعالوا نشوف مع حضراتكم ابرز ظواهر الجولة الرابعة قبل ما تنطلق بكرة إن شاء الله بإذن الله الجولة الخامسة بلقاءات هتبقى موجود إن شاء الله بإذن الله عندك يوم الأحد ويوم الاثنين ويوم الثلاث الجولة الخامسة بمشيئة الله. هنشوف مع حضراتكم هذا التقرير ومنه إلى فاصل، وبعدها استقبل نجم مصر ونادي الزمالك كابتن إسماعيل يوسف. خليكم معانا بعد التقرير والفاصل. متابعة نموذج ويجيب الجول الاول لنادي الزمالك. اتنين على طول اسماعيل يوسف وتتنين حلوة مصطفى ابراهيم بقى بوشه وعطوا مواشة على طول اسماعيل يوسف. هو جول خطر، هو جول يقدر يجيب جول، يقدر اوبا، هو جول اسماعيل يوسف. الله يا اسماعيل يا يوسف، الله، جول جميل 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 من نص الملعب مجهود داخل اسماعيل لعبها حلوة بجهتنا رجله وتمويها وحطها على شمال محمد كامل. الجول الرابع 4 الزمالك داخل
بيشيل الحكم داخل يحطها جوه جون، جون الثاني لنادي الزمالك بعد مضي لعبها بأرض الملعب لعصام مرعي تاني بيلعبها لقدام يا محمد رمزي بيلعبها بأرض الملعب وجول 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 اسماعيل يوسف يا شوفها تاني يا ويبقى الجول الأول لنادي الزمالك في الدقيقة 35 بالظبط. وإيمانويل بيلعبها على طول لأحمد رمزي وبيلعبها جوه الجول هوبا اسماعيل يوسف جوه الجول اسماعيل يوسف الجول الثالث اسماعيل يوسف مكمل وبيلاقيها اسماعيل ومش مصدق نفسه اهي بترجع اهي من احمد رمزي بيحطها وبترجع من علي تركي لاسماعيل وبيلعب كره عاليه على طول اسماعيل يوسف ما جول خطره هو جول يقدر يجيب جول يقدر 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 هوبا هو جول اسماعيل يوسف الله يا اسماعيل يا يوسف الله جول جميل 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 من نص الملعب مجهود اسكويت عملته في مساحه كويسه ضارب اتنين من خط الظهر فيها بجد ترحيب بحضراتكم مرة تانية في جمهور التالتة ووصلنا لفقرة الحوار وضيف حضراتكم زي ما استمتعتوا وشفتوا واحد من كبار نجوم نادي الزمالك ومنتخبنا الوطني كابتن اسماعيل يوسف اللي يقدم مردودا إيجابية مميزة بسم الله ما شاء الله نمسك الخشب في دوري الممتاز به مع زد لحد النهاردة احنا بنتكلم عن انه زد متصدرا لبطولة الممتاز به بعد 8 مباريات لم يخسر فيهم زد اي من لقاءاته بالكامل نمسك الخشب من الاول ونرحب بكابتننا الكابتن اسماعيل يوسف كابتن اسماعيل مساء الورد مساء الورد عليك يا ايمان سعيد دايما إيه؟ وجودي معاك ربنا يبارك في عمرك ربنا يخليك الحمد لله تمام ببارك لك الحقيقة على الانطلاقة المميزة دي وعايز اعرف منك هل انت كنت متوقع ان الامور تمشي كده وانا عارف انك قابلت برضو الفرق التقايل اللي موجوده في الممتاز به يعني 8 ماتشات انت ملعب الترسانه والترسانه من الفرق اللي يعني الثقيله اللي موجوده تحت لعبت الداخليه انت لسه ملعب الانتاج الحربي الانتاج او كسبان الانتاج 2-0 فمردود كبير كنت متوقع الموضوع هيما عباره عن منظومه متكامله من بدايه الصعوبات اللي انا قابلتها في الثلاث شهور اللي فاتوا انا يعني مسكت ثلاث شهور الاول وبعدين قعدت مع مجلس الاداره ومع الناس ومع انسي ساويرس فكلم ان هو عايز يعمل منظومه ومشروع بالنسبه لنادي زد لمده فتره كبيره يعني بالتحديد ان هو مش عايز يحدد ان هو يصعد السنه دي او انما طموحاتنا احنا كجهاز فني ومجلس اداره موجودين ومستر هيثم عبد العظيم ان احنا عايزين نعمل فرقه قويه بعد اللي حصل السنه اللي فاتت كان طبعا اصعب حاجه كنت لسه بتكلم مع عمر ان اصعب حاجه ان انت تيجي تشتغل على فرقه انت مش عامل فتره اعدادها مش منقي لعبتها بتبقى في مشاكل كبيره جدا بالنسبه لك فانت قدرت ان انت توصل لبر الامان في الثلاث شهور دول بتوفيق كانوا صعبين جدا 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 لان الامور كلها كانت صعبه جدا والدوري كان صعب فالحمد لله ربنا وفقنا الجهاز معايا ايمن عبد العزيز وكان احمد سمير قبل ما يتحرك وكرياكو والناس موجوده كلها وليد ابراهيم وكابتن طبعا وليد صلاح فكان هدفنا انت جبت جهاز لما جيت من المره الاولانيه ولا غيرت ضفت ناس يعني ضفت اضافات موجوده في الجهاز الفني والطبي والاداري والحقيقه ان مجلس الاداره اداني حريه كامله ان انا يعني اشتغل زي ما انا عايز حقيقه يعني فكان في دماغي ان احنا نعمل لعيبه على ثلاث مستويات طبعا في مستويات الخبره موجوده خمس لعيبه وست وانت بتعمل التيم كده بقى دي واحنا بنعمل التيم دي رؤيتك لتكوين تيم بالظبط لان ده التجربه دي هي ما انا مريت بيها مع الجونه نفس القصه انا جيت برده في اخر ثلاث شهور انت كنت رايق قوي مع الجونه عملت فرقه رايقه والسنه دي رايق برده السنه دي رايق ان شاء الله باذن الله وابتديت ان احنا نشتغل في المحاور ديت وقدرنا نجيب لعيبه صغيرين في السن عندهم برضو خبرات وفي مجموعه لعيبه 2001 و2002 منهم حبيب احمد حسن ده حبيب احمد حسن ده اكتشافي خلي بالك مش اكتشاف احمد هو مش ابن احمد حسن هو ابني لان انا بموت فيه حبيبه ده
سكر وانا من زمان هو انت عارف بيلعب معانا كويس جدا لعيب كويس قوي ما شاء الله اللي ربنا يحميه ويحرسه يا رب ويبارك فيه يا رب. وفي احمد طارق وفي شيكا صغير وفي باسل دول مجموعه لعيبه 2001 و2002 انا ضمتهم للفريق الاول وعملنا كوره احسن من احمد حسن احسن منه ما فيش لا 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 احسن لا منه لا لا مش والله دلوقتي لا ما نقولش عليه دلوقتي والله لا لسه شويه طب بص اقول لك على حاجه ممكن يبقى. طب افتكر كلامي ان شاء الله باذن الله باذنك يا رب لما يوصل للمستوى الاحترافي بتاع كابتن احمد حسن هيبقى احسن منه اتمنى ذلك ان شاء الله باذن الله حبيب انا بحبه جدا على المستوى الشخصي وهو لعيب كويس جدا سيبنا ننكش بس الصقر لكن ما في لا صار لا ما فيش احسن من الصقر منكوش واحده بس عشان هو ابتدينا نشتغل جبت الدكتور علاء شاكر معدي بدني من احسن معدين الدنيا على مستوى مصر كلها طبعا. وهو ان انا اشتغل معايا مع كابتن جوهري خلي بالك وانا لعيب ايوه فعارف شغله كويس والحمد لله ابتدينا حطينا حجر الاساس وابتدينا كان هدفنا كله ان احنا نعمل فرقه قويه تنافس التوفيق بقى بتاع ربنا سبحانه وتعالى وتركيز اللعيبه اللي موجوده فنيا على مستوى عالي جدا واخلاقيا على مستوى عالي جدا 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 ودي كانت النقطه اللي اختياراتنا انا ووليد صلاح لما كنا بننقي اللعيبه احنا جبنا حوالي 16 لعيب على المجموعه اللي باقت من السنه اللي فاتت زائد مجموعه القطاع الناشئين اللي انا كنت متابعه من السنه اللي فاتت وابتدينا توكلنا على الله اشتغلنا والحمد لله ربنا في توفيق كبير جدا بالنسبه لنا وفي تركيز البطوله صعبه جدا لان معظم الانديه اللي موجوده عندها خبرات دوري ممتاز الانتاج الترسانه النصر بتروجيت قناه كل الفرق كل شدد الشده وفي فرق صرفه كويس وفي فرق يعني صرفه اكتر مننا على فكره احنا البادجت بتاعنا في المتناول يعني الناس فاكره ان زد انتوا متسيطين ان انتوا بدفيعه لا في لعيبه عندنا يعني بمبالغ اقل كتير جدا من اللعيبه راحت بره وده احنا عاملين يعني ايه ثلاث مستويات بالنسبه لل ثلاث فئات طبعا في المتناول البادجت بتاعنا يعني والحمد لله رب العالمين تخيل ان انتوا زد ف لا لا الميزانيه مفتوحه هو بيشتغل هما زد بيشتغلوا على مشروع طويل الامد مش يعني هو مش والا كان ممكن يشتري نادي السنه اللي فاتت عندكم كمان قطاع ناشئين جديد بس قوي جدا الكابتن علاء نبيل عامل قطاع ناشئين جامد قوي قوي قطاع بصراحة. مميز خلي بالك ان كل القصه دي بقى لها سنه بس انا عارف فان هو يبقى ينافس مع الزمالك ده بينافس ويكسب زمالك واهلي ويكسب دي حاجه مميزه ومهرجانات والموضوع مش وقتي الموضوع محتاج 3-4 سنين فجينا بقى اشتغلنا وربنا كرمنا في الفتره اللي فاتت وانا بقول ان لسه بدري لا لسه بدري طبعا لسه بدري كتير لان الدور اللي انت ممكن تخاف منه يا كابتن اسماعيل انا كل مباراه يمكن بنقل خبراتي دي للعيبه والولاد كل مباراه بالنسبه لنا مباراه بطوله يعني بعد ماتش الانتاج بقفله خلاص تاني يوم نسيت انا اعمل ايه وما ببصش المنافس بتاعي كسب او خسر او انا ماليش دعوه انا بركز في الثلاث نقاط اللي عندي واللي بره دي نقطه مهمه جدا ودايما انا منكد عليهم يعني منكد عليهم بعد كل ماتش ما بيلحقوش يعني وهم الولاد يعني بس متعاونين طالما الكتمنس شغال خلاص طبعا طالما المكافآت شغاله لا طبعا هم مش هيحسوا بالنكد هم هيحسوا بالشغل هيحسوا بان هو بيشتغل طالما بيحقق خلي بالك يا هيما ان احنا في العقود ودي برضو كان وليد اقتراح عمل وليد صلاح وقدمه المجلس وانا وافقت عليه عفريت عامل حاجه على شغل عفريت في 25% العقد على الصعود و 25% على المشاركات فاللي بيجي بيشتغل معايا ب 50% ايوه بياخد 25% مقدم وال 25 على شهور بس ولما نصعد ان شاء الله لما يبقى في صعود تاخد ال 25% لما يبقى في ان انت تكمل نسبه مشاركاتك اللي هي 70% 75% تاخد الفلوس فاللي جاي على 50% فكون ان الولاد دول انا بشكرهم فعلا ان هم يجوا وكان في مغريات اكتر بالنسبه لفي فرق معانا في المجموعه بتدفع 50% وبتدفع مبالغ كبيره وان هم يفضلوا ان هم يكونوا موجودين ده تحدي كبير ان احنا كلنا كمنظومه نشتغل مع بعض ونوصل للهدف بتاعنا. الملعب الاساسي بتاعكم فين؟ في زد هنا. في زد هنا بتلعبوا فيه على طول بنلعب فيه على طول بتعسكروا فين بتعسكروا فين معسكروا فين هنا برضو في هنا فندق برضو هنا جنبينا طيب خليني اسالك ايه الفريق اللي انت قلقان منه بصراحه كده الحقيقه كل الفرق كل انا فرق. ما ببالغش لان في فرق في الجدول مثلا الجدول خادع في فرق يعني مثلا انا تعادلت مباراتين بس من الثمانيه
مع المريخ ومع بلبيس اللي هم في الجدول في الاخر. في الاخر بلبيس مش مع عامل حسابك انك تتعادل معاه. لا انا عامل حساب لا مش عامل حكايه عامل حسابي انا محترمهم بس هم في ارضهم الامور بتختلف يعني برضو والظروف بتختلف الملعب الملعب صعوبه في الدور الثاني هتبقى قد كده 10 مرات يعني الموضوع مش سهل يعني عايز ملاعب صعبه طبعا صعب يعني بس الحمد لله معظم الملاعب ارضيات كويسه يعني معظم خصوصا بعد نزول دجله وبعد نزول الانتاج الحربي ملعبين مميزين جدا بتلعب على السلام وبتلعب بتروجيت ملعب كويس القناه ملعب كويس السويس ملعب كويس يعني معظم الملاعب ملعب المريخ ملعب كويس ارضيته كويسه جدا غير برضو السنه اللي فاتت كان في بعض الملاعب مش مظبوطه فطبعا ده بيأثر في مستوى الاداء بالنسبه للعيبه وان شاء الله باذن الله يعني تركيزنا كله ان كل مباراه بالنسبه لنا هتبقى يعني بطوله يعني لسه بدري جدا واحترامي الشديد لكل الفرق اللي موجوده لان البطاقه لم تحسم بعد لسه لغايه اخر جوله انا توقعاتي كده. طب خلينا اسالك في جزئيه برضو ليها علاقه بزد لانه بعد الفاصل هتكلم بقى مع حضرتك في الزمالك والمنتخب والحاجات اللي شبه كده. طيب شفنا كارلوس كيروش بيضم مروان داوود ومروان داوود ده لاعب نادي الشمس ولسه يا دوب بيظهر دلوقتي في امبي فبعد اربع ماتشات الراجل بياخده وبيضمه للمنتخب. هل في حد في زد ممكن ينضم مباشره طبعاً لمنتخب مصر؟ طبعا انا مش هقول اسامي بس في اكتر من ثلاث لعيبه ومش في زد بس عشان بس ابقى منصف ان في انديه في الداخليه وفي في بتروجيت في لعيبه انا يتوفر فيهم القدره على تحمل المسؤوليه الدوليه. ابراهيم احنا السنه اللي قبل اللي فاتت او من ثلاث سنين انا جبت محمد عبد الغني منين؟ انا شخصيا مصر يعني كان في اف سي مصر جبته من اف سي مصر شبانه جبته يعني رشحته للزمالك منين؟ انت عينك حلوه ما شاء الله. لا الحمد لله رب العالمين عشان كده بتعمل عشان كده لما بتعمل فرق من اولها من اول السطر من اول السطر بيبقى ده الحاله طبعا لان الانتقاء برضو عايز عبد الغني انت كنت جايبه من اف سي مصر من اف سي مصر كان لسه تحت كان لسه تحت فانا في لعيبه كويسه جدا ومن خلال الدوري من خلال الثمان مباريات دول انا شفت لعيبه تلعب في الزمالك وتلعب في الاهلي مريح والله فطبعا دي حاجه كويسه تحسب لكيروش ان هو عينيه على اللعيبه ان باب المنتخب هو قال مره تصريح ان هو ما المنتخب ملوش باب ولا شبابيك ودي حاجه كويسه ان هو برضو تتماشى مع افكاره ان هو عايز يعمل جيل جديد وعايز يعمل لعيبه مميزه ومن حق اي لعيب ممتاز بيه او ممتاز الف ان هو يحلم ويكون ليه دور مع منتخب مصر صحيح. ودي حاجه تحسب له يعني صحيح. في اكتر من لعيب عندنا مميزين جدا ويمكن المباراه بتبقى متذاعه مش عايز تقول لنا اسم ولا لا في ما ينفعش يعني لان في لعيبه ولعيبه صغيره في السن ولعيبه يعني عايزه ولا خايف تقول العروض تيجي اللعيبه ما تركزش معاك وفي اماكن مصر فعلا محتاجه باك رايت وبتاع يعني في في الباك رايت لعيب كويس جدا وفي تحت الفيرود وفي فيرود وفي هاف ديفندر عالمي لعيبه كويسه جدا ومش في زد بس في ممتاز بيه مليان مواهب بس عايز تركيز. تتضايق لما اللعيبه بتاعتك يجي لها عروض تتضايق ان هم ما يركزوش؟ احنا ما عملناش حاجه لا ما عملناش حاجه لسه يعني القلم الرصاص بقى مش وهم يعني المنظور بتاع ان هم يتنقلوا من حته لحته في التوقيت ده لا يعني هم مرتاحين جدا نفسيا خلي بالك يا ابراهيم ممكن انا ابقى مرتاح نفسيا في مكان وباخد نص اللي ممكن اخده من بره وابقى متوتر او ما باخدوش كامل او يعني فاهم يعني في حاجات الكلام ده واصل للعيب ايوه انا ممكن كمنظومه انا ممكن اتفق معاك على مليون بس قابلني لو اخدت منهم 100000 بس ممكن ما تاخدش ما تاخد لا في الوقت اللي انا ممكن اتفق معاك على 500000 بس هديهم بتاخدهم كمين وانت طريقه التعامل ونفسيا انت بتتعامل مع جهاز فني اللعيبه حابه ان هي تبقى تتمرن معاه فبتضحي بحاجات كتير فهم لا مركزين السنه دي وبعد كده ان شاء الله يعني ربنا يسهل بدا يكتب لك الخير كله يا كابتن اسماعيل. هاخد فاصل وبعد الفاصل نرجع بقى نتكلم مع كابتن اسماعيل يوسف في تفاصيل تخص الزمالك والاهلي والدوري الممتاز ومنتخبنا الوطني. خليكم معانا. رجعنا حضراتكم مره تانية ومعانا نجم مصر ونادي الزمالك كابتن اسماعيل يوسف. كابتن اسماعيل بقى خلينا نتكلم مع حضرتك في منتخب مصر. احنا يمكن كنا بنسال على الاختيارات بس النهارده
قائمه القائمه المشاركه ان شاء الله باذن الله في كاس العرب اعلن عنها كارلوس كيروش. هعرضها لحضرتك واعرف رايك ايه وجهه نظرك ايه سواء في اللعيبه الجديده زي ما مثلا ضم من مروان داوود، ضم احمد ياسين مره ثانيه، ضم محمد عبد المنعم من اول حراسه المرمى الشناوي وجدو صبحي. هو ما فيش مشكله بس يعني انا عايز اتكلم في ابو جبل. ابو جبل بس يعني الخطفة دي مرة واحدة أنا فاهم إن الراجل بيفكر وده واضح من الاختيارات وأنا معاه في على فكرة يعني قلبا وقالبا إن هو بيفكر إن هو بيعمل مجموعة أخرى تقدر تسند المنتخب الفترة اللي جاية وعينيه على الدوري العام والمميزين في الدوري بيدخلهم المنتخب خصوصا إن بطولة العرب مش معظم المنتخبات داخلة بالفول تيم يعني في مجموعة جزء منهم داخل وجزء الثاني اللي هو عايز يشوفه عايز يديله اكبر احتكاك دولي يقدر يحكم عليه دوليا في بطوله مش في مباراه وديه فده طبعا فكر انا بحترمه جدا انما في بعض الامور ان هو زي ابو جبل لازم يكون يعني كان انا وجهه نظري ان هو كان لازم يكون انا عايز اسال حضرتك بقى في الجزئيه ديت لان انا عارف انك منصف دائما هو دلوقتي هم بيفكروا على الترابيزه قال لك جبل خرجوا الراجل من حساباته المدير الفني لنادي الزمالك خرجوا من حساباته وهو الراجل عنده معيار اساسي المعيار الاساسي اللي بيلعب وحش بيقعد اللي بيلعب وحش بيقعد ده كارتيرون هو قايل كده فاللي بيقعد وحش بيلعب بيقعد فبالتالي جبل ما بقاش موجود فاللي هيلعب عواد القائمه دي او البطوله دي بعد اسبوعين من النهارده وبالتالي عواد خسران مكانه اسف جبل خسران مكانه لحد ما المنتخب ما يروح كاس العرب وعواد مش هيقدر يضمه لان هو لعب له ماتش واحد بس في التاني مش هيقرا الفنجان يعني فموقف برضو صعب بيني وبينك صعب بالنسبه لمين بالنسبه للجهاز وهو بيختار للجهاز الجهاز لو هو اختياراته محطوطه على منطق ان اللي بيتالق فيه الدوري سواء كبير او صغير بياخده يبقى نحترم هذا المنطق انما ما يبقاش فيه لعيبه تستحق ان هي تبقى موجوده في المنتخب في الدوري وما ياخدهاش لا خلينا نتكلم على الكيس بتاعت عواد تحديد الحاله بتاعت اسف جبل تحديد. خلاص هو حاطط منطق ان هو اللي بيلعبوا مميزين هياخدهم معاه في المنتخب خلاص اوكي انا طيب موافق على شيء عقبال ما نوصل مثلا لا قدر الله ربنا يبعد عنه الشر كله الشناوي لا قدر الله يتصاب فهيبقى الاثنين الحراس اللي اكيد في حساباته اكيد في حساباته يعني ممكن حد يجي له شد حد يجي له لا قدر الله كورونا ممكن وردة تحصل ان هو هيبقى الاساسي محمد صبحي ومعاه محمود جاد ما اعرفش ان في تغيير في القايمه ولا فيش لا الا قبلها ب 48 ساعه يبقى كان لازم رابع ما يقدرش برضو اللائحه ثلاثه طب خلاص لائحه ثلاثه حراس يبقى هو مجبر بقى لان هي يعني الامور بالنسبه لنا كده هتبقى صعبه جدا كنت شايف انه جبل يكون موجود مع الشناوي طبعا كنت شايف طبعا باقي القايمه هو ضم تاني احمد ياسين ضم محمد عبد المنعم من فيوتشر ضم مروان داوود من ام بي كويس انا معاه في الاختيارات دي معاه في الاختيارات اختيارات بس كان ممكن يضيف عليهم محمد عبد الغني محمد عبد الغني طبعا ماشي برضه يحتاج ان هو ياخد فرصه اللي بعده خط الوسط في حمدي فتحي والسوليه مهند لاشين بيظهر اول مره كويس برضه لعيب كويس جدا ومؤدي الموسم اللي فات على مستوى عالي ويمكن تاخر دخول المنتخب مع احمد رفعت يعني كان المفروض من السنه اللي فاتت حقيقه ماشي بمستوى رائع مميز جدا وبيصنع الفرق مع المصري ومع فيوتشر صحيح امام عاشور عمر كمان عبد الواحد طبعا امام واضح ان هو عنده قناعه بامام يعني امام لان هو بيلعب الثالث اللي هو محتاجه هو بيلعب 4-3-3 ايوه لحتى هذه اللحظه الثالث في المنتخب اللي هو الهاف الثالث اللي هو الطرف يبقى يمين او شمال مش موجود امام بيعملها كويس بيعملها كويس وعمر كمان لعب واحد برضو يستحق ان هو ياخد فرصه اخد زيزو اخد قفشه ومصطفى فتحي وحسين فيصل حسين فيصل ده ماشي من عندكم من الزمالك كابتن السنه دي مش ببلاش من السنه دي حسين فيصل اول تصعيده ليه كانت معانا معايا انا شخصيا لانه راح طنطا انتوا طلعتوه طنطا اعاره قبل طنطا يعني قبل طنطا كان اعتقد مع كابتن محمد حلمي ماشي هو وفتوح من اللعيبه المميزه جدا وكان مدرب بتاعه اسمه كابتن محمد مصطفى ممس وهو كان راح يشرحه لي وانا مدير كوره
وانا يعني خدته في الفريق الاول، لعيب كويس جدا ومستواه دلوقتي اصبر عليه كمان سنه هيبقى قد كده 10 مرات، لعيب كويس جدا. ليه بقى الناس فجاه مره واحده افتكرت حسين فيصل؟ ليه حسين فيصل لعيب وهو في الاشبال لعيب جامد؟ طب ليه اتنسى من الزمالك ودلوقتي الناس بتفتكره؟ مش غريبه برضو؟ غريبه برضو ان هو مشي ان هو ما تقيدش ببلاش. دي حاجه انا مستغرب عليها، يعني ما ينفعش ان هو يمشي لان تاريخه جوه النادي الولد لعيب كويس جدا، وكل اللي يشوفه جوه القطاع نفسه متصيط. متصيط والله. في الفريق وفي الفريق الاول يعني كان يستحق فرصه من سنه او من سنتين. مروان حمدي في الهجوم، محمد شريف، وبرده اسامه فيصل. اسامه فيصل زمالك معار، محمد شريف اهلي، ومروان حمدي. اسامه فيصل يعني السنه دي ما لعبش الا 80 دقيقه اعتقد مع البنك الاهلي، وبرده من اللعيبه الكويسه اللي هيبقى ليها مستقبل. هو عشان كده اختياراته هو منقي لعيبه صغيره ولعيبه بروميسنج وياخدوا فرصه في بطوله رسميه عشان يعرف المستوى الحقيقي الفني بتاعه. وكان في الجزئيه دي برضو ان انا المفروض يخش معاهم عمر السعيد. عمر؟ عمر السعيد. عمر السعيد. طبعا يستحق فرصه في المنتخب. ماشي كويس. هو ماشي كويس جدا ومقاتل وحتى الفتره اللي بيلعبها حتى لو قليله بيبذل فيها اقصى جهد ليه فيستحق فرصه. انما كرؤيه عامه بالنسبه لاختياراته هو ادرى بيها وانا موافقه على الاختيارات لان باب المنتخب خصوصا في الفتره دي محتاج ان هو يشوف عناصر اخرى تقدر تخدم على الطريقه اللي بيلعب بيها. طيب الطريقه بقى، على ذكر الطريقه اللي بيلعب بيها، بتشوفها ازاي ال 4 3 3 اللي هو بيلعبها واللي في الماتش اللي فات شويه شويه راحت ل 4 2 3 1؟ ما هي بس هي اساسها 4 3 3 هي ما احنا مش هضحك عليك. اتفضل. هي 4 2 3 1 هي 4 لان عبد الله عمره ما يلعب طرف، قفشه عمره ما يلعب هاف ليفت او هاف رايت. فهي بتبقى 4 2 3 1 ولما بيجي يدافع يقف في البوزيشن اللي هو بيقول له عليه كيروش بيلعب ناحيه اليمين او ناحيه الشمال، لان حتى هذه اللحظه ما فيش فرقه في مصر فيها هاف رايت هاف رايت يدافع ويهاجم ويجري يبقى الجنب كله ده الاثنين اللي في نص الملعب. الاثنين اللي في نص الملعب، الاثنين اللي في نص الملعب دول لازم من وجهه نظر حضرتك يبقى هاف رايت هاف رايت، يعني ما يروحش لو هاجي هلعب بثلاثه لازم يبقى فيهم وظايف وليهم شكل. اثنين ارتكاز، تلعب باثنين ارتكاز، بلعب واحد ارتكاز سته، واحد سته وهاف رايت اللي هو بيبقى يملى الجنب لان هيبقى قدامه وينجر ووراه باك وهو في والثلاثه زي البرتغال لما بتلعب او فرق اوروبا كلها اللي بتلعب ثلاثه بتلعب بهاف رايت وهاف ليفت وهاف رقم سته والاثنين دول بيهاجموا ويدافعوا بمستوى واحد يعني 2 8 2 8 بيدافعوا لكن بيلعب بواحد بس سته انما احنا بنلعب ب 2 6 الثلاثيه مثلا احيانا لا ده معظم الوقت والطرف الثالث يا اما بيبقى قفشه يا اما بيبقى عبد الله وهم مش هفاط يعني اسهل لهم ان هم يخشوا بين الاثنين ويبقوا فيبقوا صانع لعب فيتحول من 8 ل 10 فهو احنا كده بنلعب ب 4 2 3 1 حتى لو على الورق بنلعب ب 4 3 3 في الحاله الدفاعيه بيرجع الثالث ده بيرجع يا اما ما بين السوليه وما بين حمدي فتحي مثلا او النني او بيبقى طرف شمال جنب سوليه. طب احنا ما عندناش في مصر حد بيلعب هاف هاف، يعني احنا ما بقاش عندنا فكره انه اللعيب الثمانيه ناحيه اليمين ولعيب الثمانيه ناحيه الشمال، ما بقى فيش كله اللي بيلعب هنا بيلعب هنا اللي بيلعب هنا بيلعب هنا لان اوقات كتير بتلعب بثلاثه ديفندرز ودي بتاثر على الحاله الهجوميه بالنسبه لاي فريق. هو لازم طرق اللعب تتطور وتتغير في الفتره اللي جايه بالنسبه لمصر وخصوصا المنتخبات الاعمار الفئات السنيه. يعني برضه لازم يربط كيروش بدل هو بيبص للطريقه ديت، لازم برضه المنتخبات الشباب والاصغر يلعبوا بنفس الطريقه اللي بيلعب بيها بحيث ان هو يبقى يطلع يلاقي لعيبه جاهزه فنيا ان هي تلعب في اي لحظه مع المنتخب الاول. حاله الربكه اللي ممكن تحصل للعيب زي محمد شريف هداف الدوري بيسجل مع النادي الاهلي وهو راس حرب، فالراجل يقوم جايبه يلعبه ناحيه الجناح جناح شمال، بعدين يقوم راجع النادي بتاعه يلعب راس حرب، فيبقى مشتت فمش قادر يركز. ما هو بس عشان هو لعيب كبير فهو بيحاول يوازن ما بين هنا وما بين هنا. صعبة لكن هو اسماعيل صعبه جدا صعبه جدا. اصلا انا مريت بالموقف دوت مع كابتن جوهري. يعني انا بحب العب سته معظم الاوقات بلعب سته. ايوه. انما في ماتش هولندا قال لي العب
طرف شمال هاف ليفت, ودي مش مش مكانك, فبجتهد على قد ما اقدر بس مش حافظ الاحداث. لما باجي في مكاني بحس ان انا العب في مكاني وانا مغمض. ايوه ايوه, لكن بحاول اكتئ زي ما المدير الفني بيقول, وده القصه حصلت لمحمد شريف. الاحساس بالملعب, الاحساس بالحته اللي انت بتلعب فيها, العدله, العدله بتاعتي, الرؤيه, التحركات, لا فرق كبير ان انا العب جناح, وفرق كبير ان انا العب مع النادي الاهلي ومنتخب مصر الفتره اللي فاتت. محمد شريف بيلعب سنتر فيرود راس حربه ومميز يعني مش عيب ان يبقى في اتنين عندنا لعيبه مميزين. يعني مش لازم احط كل اللعيبه الكويسه في الملعب باماكن غير اماكنها, بحيث ان انا هاخد اقل منتج بالنسبه للعيب. يعني محمد شريف في الوينجر بتاخد منه 60%, انما في الفيرود بتاخد منه 90%. طيب بتشوف ازاي استبعاد طارق حامد؟ هو الراجل عايز ينزل معدل الاعمار بتاع المنتخب, وده واضح ان هو ما يعني في لعيبه, معظم اللعيبه الكبار في السن وحتى ما خدش عبد الله سعيد يعني, ما خدش عبد الله فينزل بمعدل العمر. بس طارق يعني من اللعيبه اللي في المكان سته ده هتحتاجه, هتحتاجه سواء منتخب او نادي الزمالك. فانا شايف ان هو كان لازم يبقى موجود الفتره. طارق اتطور في حته مع كارترون الحقيقه بشوفها, انه الكرات الطوليه اللي بقى بيعملها بقت دقيقه جدا جدا وبتفيد نادي الزمالك. يعني ما بقاش بس فكره الدفاع, الدفاع وكمان له دور في بناء الهجمه واستخلاص الكوره بدون فاول, ودي نقطه مهمه, وتمرير الكره سليم, ودي نقطه مهمه. التطوير بقى بتاع طارق هو ينقصه, يمكن اتكلمت معاه ان اللي هو يحاول ان هو يشوتين, يشوت, يحاول ان هو يلعب بدماغ, يعني يطلع في دماغه الكره ثابته, يحاول ان هو يلعب, يزود الشغل الفاولات. لكن هو لعيب كبير ولعيب مميز, ويعني وجوده كان مهم, وجوده كان مهم طبعا. استبعاد محمود علاء بتشوفه ازاي؟ محمود كان موجود معاه المعسكر اللي فات ولا شايفه عادي؟ لا يعني هو ما كانش اساسي, ما كانش يعني أساسي. ممكن يكون موجود, ممكن وده على حسب مستواه في نادي الزمالك, ان هو يعني بياخد اللعيبه على حسب مستواه في الدوري, وده واضح في الكلام. طيب خلينا نروح معاك بقى لنادي الزمالك. الزمالك بعد تعثر امام النادي الاهلي بهزيمه كانت كبيره, قدر ان هو يستفيق على حساب الاسماعيلي بهدفين. اي نعم الهدفين اتاخروا بس جم في النهايه, والمكسب كان لصالح نادي الزمالك. بتشوف ازاي الزمالك بقى في الفتره دي تحديدا؟ وبعد ما تقول لي رايك عايز اسالك على بن شرقي بس عشان ما اكونش نسيت. انا عايز بس اتكلم على ماتش مباراه الاهلي. ليه الزمالك خسر؟ ليه بقى؟ لان التحضير النفسي للمباراه, اولا يسبق مباراه النادي الاهلي ثلاث مباريات نادي الزمالك كان ماشي كويس ومكسر الدنيا يعني في الدوري, اعتقد يعني كان مكسر الدنيا. التحضير النفسي للمباراه ما كانش مظبوط يا هيم. يعني انا حسيت ان المباراه يعني خصوصا مباراه الاهلي ما ينفعش ان انا اخشها وانا حاسس ان انا اعلى. خلي بالك معظم مبارياتنا انا يعني لعبت 23 او 22 مباراه اهلي وزمالك. 22 مباراه, ده تاريخك يا اسماعيل. المباراه اللي انا كسبت فيها اللي انا مقدر ومحترم وحافظ, ما فيش حاجه اسمها خوف في الكوره, خصوصا ان احنا نادي كبير. انما لا, عامل حساب وقاري ومذاكر ومش معتمد على الماتشات اللي فاتت, النتائج اللي قبل كده او في اوقات كتيره كان الزمالك كان بيخش فرص وحظوظه اعلى والاهلي يكسب. بالظبط. انا حسيت بالمباراه دي كده ان في سنتنت عياشان. انا عياشان. انا يعني ما يعني في طريقه اللعب في مع سوء التوفيق في 3 4 كور دي اللي عملت اللي كره الجون الاولاني في الجون الرابع في يعني حتى لما جبت لما مصطفى جاب الجول ما قعدتش دقيقه. كان الرابع في الخامس يعني الامور لما وقفوا على رجليهم ولقوا ان الموضوع هيتبقى فيه مشكله كبيره جدا, النتيجه ممكن توسع عن كده. العشر دقائق اللي لعبها نادي الزمالك دي هي دي اللي كان المفروض يبدا بيها. دي نقطه مهمه جدا. انما لعيبه نادي الزمالك لعيبه كبار وقادرين ان هم يمسكوا نفسهم. على فكره مش اي حد يمسك نفسه بعد 5-1. لا 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 لا, لا يعني تقول ان اللعيبه دي لعيبه كبيره, وهي اثرت في حق نفسها وفي حق جمهورها في البدايه. تتخيل في دخولك للمباراه وصلت 5-1 انها تكبر ولا لا يا اسماعيل؟ انا كنت قلقان ان هي تكبر,
بس تركيز اللعيبة وحماسهم جوه الملعب وطريقة أدائهم حسيت إن فالإعداد النفسي بيفرق. طبعاً طبعاً لازم تبقى مباراة أهلي وزمالك ما فيهاش هزار يا إبراهيم. يعني أنت داخل عالي هتخش إن أنا عالي، لا لا لا، في الملعب هتبقى في مشكلة كبيرة بالنسبة لي. لازم تحترم وتقدر مهما كان مستواك السابق قبل كده. الأهلي كان محضر كويس جداً جداً جداً، والراجل كان محضر جداً جداً، بدليل الكلام يعني الفرحة بتاعت كل هدف على موسيماني وعلى الجهاز وعلى اللعيبة. يعني واضح ان هم كانوا عاملين حساب لنادي الزمالك اكتر ما كان نادي الزمالك كان عامل حساب لنادي الاهلي. بتفرق صحيح، فكانت النتيجة بالشكل ده. عارف كارتيروني يخرج اللعيبة بسرعة في ماتش الاسماعيلي ولا لا؟ هو ولا الاداء ما اقنعكش قوي؟ هو الجمهور هو اللي خرج اللعيبة على فكرة. الجمهور طبعا. لا كارتيروني لو كان عارف ان هو يخرج اللعيبة كان عارف مباراة ان هو دخلهم في مستوى نفسي يقدر ان هو ما يخسرش المباراة بالنسبة له. لا الجمهور هو اللي خرجه، لان هم اللعيبة حست بمسؤولية كبيرة جدا ان لا مش دول اللعيبة اللي خدت الدوري، مش يعني مش ده المستوى. فقدر الجمهور من الدعم بتاع جمهور نادي الزمالك وحتى بعد المباراة ولا يهمكوا والكلام ده والنتيجة فرق اتنين بس، قدروا ان هم يكسبوا مباراة مهمة على فكرة، مباراة الإسماعيلي طبعاً. خصوصا النادي الإسماعيلي مع مدير فني جديد، خصوصا النادي الإسماعيلي طريقة لعبه في هذه المباراة تنبئ ان النادي الإسماعيلي هيبقى جاي برغم خسرته اربع مباريات. اربع مباريات بس، دي اول مباراة بس، دي اول مباراة مع مدير فني الأرجنتين جديد. لا لعبوا مباراة وفي لعب مباراة كبيرة يعني مع نادي الزمالك حقيقة يعني، وكانوا اكتر من ند نادي الزمالك في فترة من فترات المباراة. عمر غالبا الحاجات اللي شبه دي ما كانش بقى يعني كان بيبقى عنده مشكلة فيها. والله عمر بقى مميز واشتغل على نفسه يا ابراهيم، فعنده ثبات كويس جدا. واي حد في الفيرود في الكوره دي ممكن يلعبها بالعرض ويخلص منها لقناجم اللي جاي، لكن هو واثق من نفسه وهو لعبها في الدقيقه كمان. لعب دقيقة. في الدقيقه على شمال الجول طبعا. اداء متميز جدا من عمر الفتره اللي فاتت، يعني يستحق ان هو يكون اساسي في نادي الزمالك. يستحق ان يكون اساسي في نادي الزمالك. طيب خلينا نتكلم مع حضرتك بقى في جزئيه، مدى قناعتك باداء كارتيرون مع الزمالك في النسخه الجديده من بطوله الدوري؟ مقتنع بنسبه قد ايه؟ حاسس ان هو الراجل جايب ال 100% ولا جايب 70% ولا مش جايب ال 50%؟ لغايه دلوقتي ماشي كويس مش وحش، بس تركيزه وكلامه كتر عن السنه اللي فاتت. وانا مش حابب كده. تحبش الكلام كتير؟ لا لا مش حابب كده، خليه يركز مع فرقته ويقفل على فرقته كالعاده زي السبع ماتشات اللي كانوا سبب رئيسي في حصول نادي الزمالك على الدوري. اديني مثال لتصريح ما حبيتوش ان هو يتكلم فيه او ما يعني اتكلم على المنافس. واتكلم ركز في مع المنافس. طبعا عامه يا هيما عشان انا اتكلم واعمل راول ملهاش لازمه شو. لا ملهاش انا قلتها امبارح على فكره يا كابتن اسماعيل، يعني هو امبارح قال لك انا كسبت الاسماعيلي في المكان اللي ما بيجيلوش المنافس او حاجه شبه كده. وعندي اعتراض على حاجه برضه، ان هو معهوش ولا واحد جهاز فني، يعني ما ينفعش المترجم هو اللي قاعد جنبه على يمينه يعني، والفيزيكال فيتنس كوتش هو اللي جنبه على يمينه. مش عدلتها دي مش صح. لا مش صح. الامور فيها حاجه مش مظبوطه، يعني لازم يبقى في مدرب مصري عام هو يختاره يعني. انا طب ليه الاداره بص اصل انا اصلي يعني الموضوع بالنسبه لي لو انا بقول رايي الشخصي يعني، فانا شايف ان ده خطا جسيم انه الزمالك ما يكونش عنده مدرب عام مصري على الاقل، يعني شوف خطا جسيم. ولا مدرب عام ولا مدير كوره وخلي بالك مشكله شيكابالا اللي حصلت لو في مدير كوره ما كانتش هتحصل يا كابتن. انا بتكلم بمنتهى الامانه والصراحه، لان انا ما احطش لعيب نجم كبير عندي في مهب الريح في حاجه هو مش المفروض يعملها. ده كلام مهم قوي. مش المفروض يعملها. المفروض ده شغل مدير كوره ان اولياء الامور زوجات الاولاد انا اكون محضر كل حاجه، مش اللعيب مش كابتن فرقتي يخرج من الملعب عشان ينزل زوجات اللعيبه واولادهم من الملعب. لا 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 الكلام ده غلط. ما هو ده الاصرار والعند في حاجات معينه غلط يا ابراهيم. ندي المفتاح بقى المفتاح النادي الكارتيروني يعين؟ لا ما ينفعش. لا ده يعني جزء ده ما يبقاش إداري. يعني ده ما يبقاش من ضمن صلاحيات المدير الفني؟ ما ينفعش. لا ده في حاجه اصل انا كل ما بسال في الموضوع دي تاتيني الاجابه كالتالي، اللي هيقول عليه كارتيرون هنعمله. مفيش حاجه، في حاجات هو يقول مش كلام يعني اللي يختاره هنجيبه. لا لا في استراتيجيه نادي وفي نظام نادي،
لا نظام النادي ان انا عندي مدير كوره زي ما حصل مع فيريرا. فيريرا العبقري بتاع التدريب لما جه قالوا له لا احنا عندنا فلان مدير اداري حمد انور وكذا 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 والجهاز، وعندنا فلان اسماعيل يوسف مدير كوره، دول اساس النادي يبقوا موجودين تتعامل معاهم وفي واحد اتنين تلاته مدربين كان منهم علاء عبد الغني خد لك ما يعرفش حد فيهم. فجاء قعد معايا مين قال لي قلت له لا ده كذا وكذا كلهم ولاد النادي وده كذا وده صغير وده يعني شرحت له الموقف فهو اختار علاء. يعني قصدي ايه؟ ان افرض لا قدر الله جات له كورونا جات له اي حاجه مين اللي هيدور التمرين حضرتك؟ ده الراجل اللي جنبه على طول مخطط الاحمال والمترجم ما ينفعش مش نادي الزمالك ما تستقمش كده يعني الموضوع لا عشان تمنع مشاكل جايه بالنسبه لك في تعاملات مع لعيبه في تعاملات مع المنظومه حواليك لازم يبقى في مدير كوره وانت برضو تختار يتعرض في نادي الزمالك مليان باولاده مليان ما يحلش محل مدير الكوره مشرف عام على الكوره اللي هو كابتن حسين السيد لا حسين لا حسين لازم مدير كوره خلي بالك لازم مدير كوره ويكون اشتغل مدير كوره اشتغل وعنده خبرات علشان يقعد على الدكه يعني عشان يقعد طبعا على الدكه يقعد على الدكه واشتغل شغل مهم مدير جدا كرة. طبعا دوره مهم ومدرب عام او مدرب يكون مصري عايزه يعني شايف انه الافضليه لازم تكون لمدرب زملكاوي مصري ولا 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 مدرب يبقى حتى كمان يختاروا كارت لا زملكاوي مصري زملكاوي مصري طبعا لازم يكون موجود على الدكه ما كملتلكش كلامي افرض جات له اي حاجه اصابه كارتيرو مين اللي هيدير الماتش؟ فيزيكال فيتنس كوتش دي تبقى فضيحه بجلاجل المترجم ما حد يرد عليا انتوا يعني مأخرين الموضوع ليه؟ ما هو ده جزء انا مضايقني بقاله فتره صدق برضه دي ما جاتش في دماغ الواحد برضه جاله كورونا لا قدر الله ربنا يشفي يعني يشفي الناس مين اللي هيدير الماتشات حضرتك؟ حد يرد عليا مين؟ قول يا ابراهيم لا ما هو يعني عيب بصراحه مدرب طيب ده كلام احنا ساكتين ليه؟ لا ما ينفعش لازم مدرب هو بيتعرض عليه اسامي ومواصفات كل وعندنا احمد سمير وعندنا لا ده في اسماء كتير ده في اسماء ده طرح من اسماء من اول الكابتن عصام مرعي ما شاء الله قيمه كبيره وطرح اسم كابتن محمد صبري تامر عبد الحميد ومحمد صبري طرح اسماء كتير سواء على المنصبين منصب مدير الكوره او مدرب وعندهم خبرات لا ده انا او حتى من الشباب الصغير اللي هو اللي اختار ده قرار مجلس اداره وكان لازم يلزم بيه كارتيرون مش يقول انا مش عايز حد خالص يبقى افرض في ظروف مشي يعني طلع تاني يوم كده راح سايب مشي هنعمل ايه؟ صحيح طيب خليني اسالك شايف بن شرقي مركز ولا لا وشايف الامور ماشيه في الاتجاه اللي انت عايزه انه فعلا هيجدد والامور هتخلص ولا لا؟ بن شرقي عنده عروض يعني بن شرقي ودماغه مشغوله في العروض دي عندك معلومه يعني. عندي معلومه منين بقى؟ من الخليج مش المعلومه منين؟ من الخليج لا من الخليج من الخليج عنده عروض ونصيحتي انا لاشرف وجوده في نادي الزمالك هيزوده جامد الحقيقه يعني لان هو مر بتجربتين وحشين جدا الهلال وتركيا الهلال وفرنسا والتجربتين ما كانش بربع المستوى اللي هو كان فيه لما جه نادي الزمالك فنادي الزمالك ليه فضل عليه نادي الزمالك جمهوره بيحبه جدا اللعيبه بتحبه في كيمياء بينه وبين المجموعه كلها فوجوده جوه النادي هيكسبه كتير فنيا وماديا برضو يعني هو مش الفرق مش هيبقى كبير قوي يعني انا اعتقد ان يعني النادي معمول له عرض كويس يتناسب مع الامكانيات الماديه حطوله كام مليون و800 اعتقد مليون و800 كويس يعني انا شايف ان هو كويس جدا ووجوده هيبقى ليه هو نفسيا مرتاح طبعا انت لو ادوا لك كابتن دلوقتي المليون و800 ترجع نفسك ترجع ده طبعا مش على ايام كنت الحاجات دي خالص لا انا جددت انا وكابتن جمال عبد الحميد كابتن ابراهيم يوسف كابتن اشرف قاسم حمد عبد اللطيف احمد رمزي دول الاشاوس دول السته بتوع المنتخب الاشاوس دول اللي هم يعني بلاش اقول بقى الرقم لا قول اربع سنين كلنا لما جينا من كاس عالم كان طلع اول سنه تطبق فيها الاحتراف فكابتن جوهري طبق الاحتراف فالنادي قال نعمل عقود معانا السنه اللي وصلنا بعد ما جينا لعبنا كاس عالم تاني شهر على طول شهر سبعه او شهر ماشي
40,000 الاربع سنين. طب ده بالنسبه لوقتها كان رقم كويس ولا لا؟ رقم كويس طبعا، كان رقم كويس يعني مش قوي مقارنه يعني بزمنه. يبقى كام دلوقتي؟ يعني بقول لك ده مقارنه بزمنه يعني بقى كام؟ مثلا 600. 600 ايه؟ والله لا والله. والله 600,000 في السنه مقارنه بزمنه. انت بتاخد 10 في السنه. لا يعني انا بقول لك على الاربع سنين ال40 على 600. ال40 يبقوا شبه 600. 600 ده ولا حاجه. ما انا عارف. ما عادي يعني. انا افتكرت تقول لي مثلا مقارنه بقى دلوقتي ومن 90 لا 20 21. يعني ال40 ما كانش يجيبوا شقه. ما يجيبوش شقه. لا بس يجيبوا عربيه. يجيبوا عربيه 128 او ريتم ولا العربيه بتاعت زمان. يجيبوا عربيه جولف. لا دلع برضه. يعني كامله يعني. ويجيبوا جنبها شقه ايجار جديد بخلوه رجل. تاخد اوضتين والاوضتين لما تكمل الفلوس. لسه مستمرين مع حضراتكم ومع كابتن اسماعيل يوسف في حوارنا الممتع، بس هنروح لفاصل وبعد الفاصل نرجع على السبور. اتفقنا؟ اوكي يلا بينا. رجعنا لحضراتكم مره تانية ولسه مكملين معاكم في جمهور الثالثه وحوارنا مع العظيم كابتن اسماعيل يوسف تجاهنا الكره المصريه. ووصلنا لفقره السبوره. جاهز يا كابتن مصر؟ جاهز زي ما دايما. يلا بينا. حبيبي يا اسماعيل. هزيمه القمه بخماسيه تحملها بالكامل لكارتيرون، نعم ولا لا؟ لا للفرقه كلها. لا للفرقه. للفرقه. بن شرقي لن يجدد عقده مع الزمالك وسيرحل بنهايه الموسم، نعم ام لا؟ اتمنى يجدد بس هو في الطريق ان لا. في الطريق الى انه نعم. يبقى اجابه السؤال ده نعم. نعم. بتقولها باسى وحزن يعني. طبعا اتمنى ان يكمل يعني. ساقوم بضم رمضان صبحي اذا تواجدت في اداره الزمالك؟ نعم. فعلا؟ اسبابك ايه؟ ما هو اسبابي مرتبطه ببوزيشن برضه يعني طريقه لعب ولعيب كبير وهيمشي. لو مشي اشرف هتبقى المكان ده بالنسبه له محتاج حد تقيل فيه. رمضان صح. طبعا. اللي بعده. كارتيرون لن يرحل عن قياده الزمالك مجددا بسبب اي عرض؟ الله اعلم. الله اعلم. اللي بعده. عواد الاحق بحراسه مرمى الزمالك بشكل اساسي؟ هما الاثنين كويسين يعني. الاثنين هو الاثنين مستوى واحد يعني. طب انت تحب مدرسه ايه في موضوع حراسه المرمى كمدير فني يعني؟ مدير فني عندي نمره واحد ونمره اثنين. لازم نمره واحد. لازم لازم يبقى مصنف. لو نمره واحد عندك مثلا جه في ماتش ما كانش كويس اديله اللي بعده واقعده بعد كده. تديله اللي بعده عشان يستعيد ثقته بنفسه، فلما بقى قاعد يبقى قاعد فايق يعني. بالظبط. اللي بعده. والله الواد ابراهيم برضه يعني. بس انا قلت الكلام ده. قلت كده برضو. والله ثنائيه الونش عشان بس احافظ على اللعيب بتاعي يعني، مش عشان حاجه يا كابتن اسماعيل. عشان احافظ على اللعيب بتاعي يعني. ثنائيه الونش ومحمود علاء الافضل لقياده دفاع الزمالك، نعم ام لا؟ نعم معاهم عبد الغني. نعم. طبعا. اللي بعده. عمر السعيد الافضل لقياده هجوم الزمالك وليس الجزيري. نعم. 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 استبعاد طارق حامد من المنتخب سيؤثر على مستواه مع الزمالك؟ لا خالص. لا 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 خالص. طارق ما تأثرش ما شاء الله عليه يعني. تاني يوم كان مستبعد من المنتخب من المره الاولانيه، كان موجود في الجيم مرة. لا ما. والفرقه كانت واخده اجازه يعني. كارتيرون افضل مدير فني قاد الزمالك في السنوات الاخيره؟ اللي هي السنوات الاخيره يعني لحصوله على الدوري طبعا. وجروس. جروس طبعا هو الافضل. يبقى لا. وبعديه كارتيرون. جروس وبعديه كارتيرو. يبقى لا. اللي بعده. النجاز افضل صفقه للزمالك لدعم الجبهه اليمنى؟ لا خالص. لا خالص. لا خالص. ضد فكره ان طبعا يعني انت مبسوط ان هو مشي من والله طبعا. كل ده عشان الطريقه اللي مشي بيها ولا لا؟ وموجود برضو يعني في عندنا يعني عندنا لعيبه في المكان ده ممكن يشتغلوها كويس يعني. مسلوسي وحازم لو احتاجته.
وحازم وزيزو يلعب باك رايت. اه طبعا. اللي بعده مصطفى فتحي عدلته مكان زيزو ولازم يلعب مكانه الجناح. اه حقيقة. اه طبعا نعم. يلعب على زيزو. هو يلعب يلعب, يلعب على حد بس زيزو ممكن تستفاد بيه في مكان اخر. ماشي. نص الملعب ثالث في باك رايت في ناحيه الشمال بيلعب كويس جدا وينجر. يعني يلعب في اي مكان. ماشي. عشان نستفيد من الاثنين. الاختيارات اهم لاعب في الزمالك حاليا زيزو بن شرقي طارق حامد. طارق. اللي بعده افضل ثنائيه الخط وسط الزمالك خط الوسط طارق وعاشور ولا طارق ورؤى ولا طارق ومحمود عبد العزيز. طارق وعاشور. طارق وعاشور. اه طبعا كملوا بعض تنوع. اه الظهير الايسر الافضل للمشاركه مع الزمالك عبد الشافي ولا فتوح ولا عبد الله جمعه. قولا وحيدا عبد الشافي. عبد الشافي. اه طبعا. اللي بعده الفريق صاحب اقوى تشكيله في الدوري الاهلي الزمالك بيراميدز. الثلاثه مميزين جدا. رتبهم لي. واحد الزمالك. اثنين النادي الاهلي. ثلاثه بيراميدز. ماشي. اللي بعده لاعب كنت تتمنى عدم رحيله من الزمالك الموسم ده مروان حمدي ولا جنش ولا حميد احداد ولا حسين فيصل. حسين فيصل. حسين فيصل. طبعا طبعا. اللي بعده افضل لاعب في الزمالك في السنه الاخيره زيزو الونش طارق حامد. ثلاثه كويسين جدا. ثلاثه كويسين. طارق يعني ده مستوى متميز بقاله سنتين. انما انا مع المستوى اللي عمله الطفره اللي حصلت لمستوى الونش. انا يعني الونش. ماشي. اللي بعده منتخب تتمنى مواجهته في التصفيات الفاصله المؤهله للمونديال السنغال نيجيريا الجزائر. نيجيريا. مش عايز السنغال ومش عايز الجزائر. مش عايز. لا لا لا. اه ان شاء الله باذن الله ربنا يكتب لنا باذن الله تيجي في نيجيريا يعني. آه ايا ما يكون. اخبار الكابتن سيد ايه بقى؟ كابتن سيد يوسف كويس الحمد لله. اخويا ربنا يخليه ويدي له الصحه ونازل هو في نازل انتخابات الترسانه. نازل انتخابات الترسانه طبعا. هو اضافه كبيره لاي حته نائب رئيس النادي شخصيه جميله. اه ان شاء الله باذن الله ربنا يكتب له النجاح الترسانه في بس مش السنه الجايه مش السنه دي بقى. اه يعني كنت اقول يصعد نادي الترسانه بقى مش هينفع يصعد وانا موجود يعني. قال السنه اللي بعديها. اللي بعديها بقى مش كده يعني خلي الانجاز يحصل السنه اللي بعديها. اللي بعديها بقى كلنا معاه واقفين جنبه. بس بعد ما حكمه تعمل الانجاز بتاعك بالظبط. يا كابتن اسماعيل دايما بتشرف بحضرتك وبسعد بكل اللقاءات يعني وبتمنى لك يا رب دايما كل التوفيق ووافر الصحه ان شاء الله. ربنا يخليك. سعيد بوجودي معاك وببقى مبسوط دايما. ربنا يبارك في عمرك يا رب يا كابتن اسماعيل. دي كانت حلقتنا النهارده. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. بشكر في العمل بالكامل. نشوفكم ان شاء الله باذن الله بكره في نفس الميعاد. تصبحوا على الف خير. السلام عليكم.